يا صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله حلقه النهارده تنال استحسان حضراتكم، وده غالبا هيحصل ان شاء الله، لان احنا اكيد جاهزين بمجموعه كبيره من تفاصيل كواليس بعثتنا في المغرب، وكمان عندنا اخبار كثيره متعلقه بالفرق المختلفه في النادي الاهلي، ده غير طبعا الاستضافات اللي هينورونا من خلالها مجموعه من المتخصصين والاشخاص المعنيين اللي هنفتح معاهم ملفات كثيره جدا. عملها امبارح الهلال السعودي ووصل لنهائي كأس العالم، وان شاء الله باذن الرحمن احنا كمان ربنا يكرمنا النهارده. اكيد مهمه مش سهله، لكن احنا قدها وقدود، وروح النادي الاهلي بتبقى دايما حاضره، وخصوصا في المحافل الكبرى لما نكون بننافس فريق بحجم وثقل ريال مدريد. ان شاء الله احنا كمان نحصلهم ونشوف بقى نهائي عربي عربي خالص، مصري سعودي. يا سلام يا سلام يا رب، يا سلام. والله العظيم يا رب يا كريم، صباح الهنا والنصر، وهقول صباح النصر والله من قلبنا. يعني الواحد فرحان فعلا بفوز الهلال السعودي. امبارح كان معانا مداخله لاحد الاصدقاء يعني والزملاء طبعا، الاستاذ عاطف من السعوديه، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، وكنت بتكلم معاه بقول له هل الحلم يعني بعيد؟ قال لنا لا، الحلم مش بعيد، وهو متوقع جدا فوز الهلال السعودي، واحنا كمان متوقعين باذن الله فوز النادي الاهلي. زي ما بيتقال كده، السعوديه ومصر، فوز السعوديه وفوز مصر يا رب باذن الله. وخلي بالك من حاجه، فوز الهلال امبارح ادى دفعه كبيره جدا، وادى ثقه كبيره جدا، وادى امل كبير جدا. قال لك طب هو ليه لا؟ يعني فكره بس ان الواحد يقول طب هو ليه لا؟ ما انا ممكن اعمل ده، ممكن اوصل لده، ممكن انجح. دي اعتقد كانت يعني ظاهره بشكل كبير بعد فوز كمان الهلال بالامس، ادتنا ثقه كبيره جدا. الكره او كره القدم العربيه بجد، مش هقول بقى اسيويه او افريقيه، كره القدم العربيه بقت في حته ثانيه يا كريم، وده صحيح. يعني شيء اعتقد ان هو لافت للنظر بشكل كبير جدا. نتمنى يا رب يا رب تبقى مباراه حلوه. ولو انت هتسالني عن توقعاتي، ما انك ما سالتش بس هتسالني يعني. طب انا هقول لك على حاجه، طب انا هسالك بس انت تتفاجئي بالسؤال، ماشي حال؟ متوقع ايه ماتش النهارده؟ صحيح شوف بقى والله مش انت، انا اوقات بصدف، مش انا اوقات بصدف، اوقات ده كتير للامانه. كتير للأمانة. طب والله العظيم اتوقع، وانا اكيد لو ما حصلش انا يعني الناس هتقول لي والنبي ما تتوقعيش تاني، بس والله انا اتوقع فوز ان شاء الله الاهلي. عندي امل كبير، عندي امل كبير، احنا هنعوز. انا من الناس اللي عندها امل كبير بصراحه ان شاء الله. ودايما بنقول ان فعلا فعلا في تفصيله كده في شخصيه النادي الاهلي، اللي هي تفصيله الروح القتاليه. الروح القتاليه فعلا بيتالق بيها دايما لعيبه النادي الاهلي في محافل بالشكل ده، في ماتشات مع رقابه بالشكل ده. فان شاء الله النهارده نتفاجئ ونجد ما يسرنا من خلال متابعتنا للماتش. الماتش هيكون الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره باذن الله. هتتفرج فين صحيح؟ والله يعني بصي، يعني اتمنى بس في حاجه معينه، اتمنى اكون لحقت اخلصها قبل الماتش، لان انا وارد ما يعني على الاقل الشوط الاول وارد يفوتني. لا انا قررت ان انا هتفرج على الماتش في البيت مع قرايبي. الواحد عايز يركز جدا، عايز يبقى قاعد ما فيش حاجه بتشغله وما حدش بيشتته، فالنهارده هتفرج في البيت يا مع رب خير. ان شاء الله يا رب خير باذن الله خير. على كل الاحوال في ساعتنا الثانيه في حلقتنا النهارده هيكون عندنا اكتر من فقره حواريه. الفقره الاولى هيكون مع كابتن ايهاب المصري، مهاجم منتخب مصر السابق، وتاني فقراتنا هينورنا فيها الاستاذ محمد مصطفى، هو رئيس وحده تاريخ النادي الاهلي. وبطبيعه الحال طالما هو رئيس الوحده دي، يبقى اكيد كلامنا معاه لن يخلو من نوستالجيا الرياضه والنادي الاهلي بصفه خاصه، وطبعا ارقام قياسيه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. واخر فقراتنا هتكون فقره طبيه مسجله مع دكتور باهر السعيد. تعالوا بقى ندخل في موضوع حلقتنا النهارده، وطبعا كلنا منتظرين يعني انطلاق هذا اللقاء التاريخي، مباراه الاهلي وريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه، 9 مساء بتوقيت القاهره على ملعب مولاي عبد الله بالرباط. طبعا كتيبه كولر امام كتيبه انشيلوتي، وممكن كمان نسمي هذا اللقاء ديربي القرن بين بطل القرن الافريقي وبطل القرن الاوروبي. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده، منتظرين الفوز، وبطبيعه الحال منتظرين ان احنا نشوف لعب يمتعنا وياكد لنا ويدعم اليقين اللي عندنا كلنا كاهلاويه ان النادي الاهلي نادي كبير وتقيل حقيقي. يعني امبارح كل فريق النادي الاهلي اختتم استعداداته، وكذلك الفريق المنافس جماهير النادي الاهلي طبعا واقفه في ظهر فريقهم تشجيع ودعم لا محدود. يعني لما نفكر كده ومش عارف هل دي بتبقى تحيز منطقي ولا دي حقيقه وامر واقع، ان فعلا يعني الاهلي طول عمره مصدر للبهجه ومصدر للمتعه ومصدر للفخر. ان شاء الله كل العناصر دي تتحقق في ماتش النهارده. بص الماتش النهارده برضو هنتكلم اكيد في تفاصيله في الفقرات، واتكلمنا قبل كده وهنستمر يعني، والمتابعه مستمره طبعا على قناه الاهلي لغايه موعد المباراه، وكمان اكيد تغطيه بعد المباراه باذن الله. لكن في نقاط برضو يا كريم الواحد لازم يتكلم فيها.
ريال مدريد نادي تقيل جدا في كذا حاجة وفي الفنيات وغيره، بس عنده القدرة أن هو يغير أسلوب اللعب في نفس التوقيت وفي نفس اللحظات، من مثلا لعب هجومي من لعب دفاعي للعب هجومي، شفناها قبل كده كتير. بس على الصعيد التاني برضو أنا هرجع وأقول لك مارسيل كولر لديه من الاحترافية أن هو الراجل ده برضو بيقدر يلعب وبيعمل بطريقة أو بيشتغل بطريقة أثناء المباراة، أنك بتشوف كذا خطة بتتغير، بتشوف التغييرات بتاعته حتى للعيبة لما بينزلوا بيقلبوا يعني أجواء المباراة وخطة المباراة وغيره، بيبقى فيه لمسات فعلا يعني زي ما بتقال كده كل حاجة بتبقى عنده محسوبة. فمهما كان الخصم بتاعك أو المنافس بتاعك طبعا لديه من الخبرات والاحترافية وغيره باع كبير جدا. أنا أشوف أن دلوقتي الوضع وزي ما بتقال كده كل الظروف بتقول لك او يعني زي ما تقال داعمه للنادي الاهلي. انا عايزه اقولها بهذا الشكل عشان كنت هقولها بالانجلش يعني. الواحد برنامج عالمي يا عالم عالمي نتزنق برضه اوقات معلش. فدي نقطه مهمه، فاتمنى ان شاء الله يبقى فيه بس تركيز. وبالنسبه للجزئيه اللي انت بتتكلم فيها دعم الجماهير، لا هنرجع تانية والناس تقول لك ما خلاص بقى ومش عارف ايه، لا دي نقطه مهمه جدا، لان مش شرط ان انت تلاقي الدعم ده في كل الدول المختلفه. يعني مش لازم تلاقي مثلا في منطقه معينه دعم بين جماهير دوله تانية وغيره، ده مش بتلاقيه على فكره. وده اللي صرح بيه احد اللعيبه كمان في ريال مدريد، قال لك احنا عارفين ان هيكون يعني الجماهير هناك كلها تقريبا بتشجع او بنسبه كبيره جدا بتشجع النادي الاهلي، فده أمر متوقع جدا لأن احنا دول عربية زي بعض والدعم لازم بيكون موجود. والقصة كلها أن أنت برضو كعربي بتفرح لو أي فريق عربي آخر فاز وتألق طبعا وتطور، فدي أمور كلها طبيعية. كابتن محمود الخطيب تحدث أكتر من مرة كمان على الروح الحلوة جدا والمساندة الجميلة من الجماهير المختلفة، خاصة طبعا يعني صاحبة الأرض الجماهير المغربية. فأنت عندك كل حاجة متاحة طبعا. يبقى التركيز، يبقى اللعب الحلو، يبقى بقى الروح الحلوة واللي في نفس الوقت النتيجه الحلوه ولا ايه يعني؟ عايزين نشوف طبعاً بقى يعني باذن الله يحصل. بس هنتكلم طبعا في فنيات وهنتكلم في نقاط كتيره مهمه على مدار الحلقه لازم برضو الواحد يبقى فاهمها رغم الغيابات الموجوده، واللي انت كنت بالمناسبه بتقول يا ريت قد كانت يعني في اللعيبه الكبيره، لكن برضو ده مش هيخلي المباراه سهله يا كريم ابدا. نرجع كل الاحوال يا ماتش صعب. بصي انت بتلعبي مين؟ ريال مدريد. بطبيعه الحال الماتش هيكون صعب، لكن اكيد برضو من اللطيف ومن حسن الاقدار ان ما يكونش كريم بنزيما متواجد ولا كورتوا حاضر اللي هيحصل ده. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. طبعا اكيد برضو استكمالا لكلامنا هوندا، اكيد كل التحيه يعني شكرنا موصول وامتناننا موصول لحبايبنا واخواتنا في المغرب اللي الحقيقه لم يتهاونوا ولو للحظه واحده عن دعم وتشجيع النادي الاهلي. ده العادي وده المتوقع، والمحبه متبادله من قديم الازل. كمان في يعني طالما ذكرنا بقى المحبه المتبادله، عايزين طبعا ناكد ونقول مره ثانيه مليون مبروك لنادي الهلال السعودي اللي بكده بيكون ضمن تحقيق ميداليه في منافسات كاس العالم للانديه 2022 بعد ما تاهل رسميا الى المباراه النهائيه بعد ما فاز امبارح بنتيجه 3-2 على حساب فلامينجو البرازيلي على ملعب طنجة. تاهل الهلال الى نهائي كاس العالم للانديه بيضمن له الحصول على احدى الميداليتين اما الفضيه او الذهبيه، وبكده فنادي الهلال هو حاليا في انتظار مواجهه احد الطرفين او احد الفريقين، اما الاهلي ان شاء الله رب العالمين او ريال مدريد. تخيل تخيل يعني يا كريم يبقى الاهلي والهلال، يبقى انت متخيل قد ايه هيبقى في تاريخ بجد بيتكتب طبعًا. يعني دي حاجه يا جماعه هتبقى غير مسبوقه، نتمنى بجد ان ده يحصل ومش بعيده، ومش في بطوله اقليميه، ده كاس العالم للانديه بالزبط. يعني لو دي ماتش دي يعني المباراه النهائيه بين الطرفين دول، يا سلام على سعاده الشرق الاوسط كله وبصفه خاصه طبعا منطقه الخليج العربي. طبعا بكده الهلال هو اول نادي في تاريخ المملكه العربيه السعوديه بينجح في انه يحصد ميداليه في كاس العالم. قبل كده في اربع انديه عربيه حصدت اجمالي 6 ميداليات في نسخ سابقه من كاس العالم للانديه في الفتره من 2006 الى 2021. الاهلي طبعا عنده 3 ميداليات برونزيه في نسخ 2006 و2020 و2021، السد القطري برونزيه في مونديال 2011، والرجاء المغربي فضيه 2013، والاخيرا العين الاماراتي فضيه في 2018. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يزود رصيده بصعوده وبتغلبه على ريال مدريد ان شاء الله.
كلام محترم جدا. وخلينا برضو يعني نقول لحضراتكم الكواليس اللي بتحصل خطوة بخطوة حتى هذه اللحظة. امبارح الأهلي خاض مرانو الرئيسي على ملعب الجامعة المغربية، ده استعدادا طبعا لمباراة ريال مدريد، واللاعبين كمان أدوا تدريبات بدنية كانت متنوعة وتقسيمة قوية بطول الملعب، وبرضو شمل المران التدريب على ضربات الجزاء وشارك خلالها كل اللعيبة. خلينا نطمن حضرتك كل اللعيبة شاركوا، رباعي طبعا حراسة المرمى الحمد لله ما فيش أي حد غايب يعني. كان تم عقد اجتماع فني امبارح، والاجتماع ده كان اجتماع مهم جدا جدا، وعايزه اقول لكم كمان في حضور اللجنه المنظمه للبطوله طبعا الفيفا، والوفد الاداري كمان لنادي ريال مدريد ونادي الاهلي، وكانوا بيتكلموا كمان في امور عديده منها طبعا الزي يا كريم. الاهلي هيرتدي الزي التقليدي بتاعه، وريال مدريد هيرتدي الزي الموف بالكامل. طيب امبارح كان في يعني مؤتمر صحفي طبعا، وكمان تم عقد المؤتمر الصحفي للمباراه، ومارسيل كولر قال ان فريقه بيخوض مباريات قويه جدا في كاس العالم للانديه، وان المنافسين في هذه البطوله كلهم منافسين اقوياء. وكمان اتكلم عن نقطه يمكن كانت مثار حديث البعض في اوقات سابقه، فكره ان مفيش وقت محدد للفوز، سواء ممكن يعني ده يحصل في بدايه المباراه، في منتصف المباراه، مع نهايتها. هو الانتصار كده كده هو المنشود، لكن ما يقدرش يحدد ولا يتوقع امتى هيتحقق هذا الانتصار في اي لقاء من اللقاءات. قال كمان ان ريال مدريد بيمتلك يعني قائمه كبيره جدا من اللاعبين، ومن الصعب انه يتاثر باي غيابات، لان في عنده لعيبه مميزه جدا في كل المراكز. ف عموما تعالوا نتابع جانب كده من تصريحات مستر كولر ونرجع نكمل الكلام، تفضل. Natürlich nicht sehr selbstverständlich oder einfach, dass man in jedem Spiel schon nach 10 Minuten ein Tor schießt. الموضوع مش سهل ان احنا بنلعبش نفسنا، ان احنا دايما نجيب جون في اول 10 دقائق، والمباراه دايما بتبقى 90 دقيقه. لفرقتنا كلنا متاحين، كل لاعبتنا متاحين. زي ما قلت من شويه، ريال مدريد عنده قائمه كبيره من اللاعبين. وهم لعيبه كلها لعيبه دوليه، كلها لعيبه على مستوى عالي. مفيش فرق بين اللي بره واللي جوه بالنسبه لهم، واحنا مهم بالنسبه لنا احنا لو ركزنا على اللعب بتاعنا، لو ركزنا على نقاط القوة وكمان يمكن نقاط الضعف في ريال مدريد اللي احنا نقدر نوصلها للعيبة. لكن المهم جدا ان احنا نلعب ونظهر بثقة وبشخصيتنا قدام الماتشات دي. ما ينفعش ان انت تفضل واقف ورا وتدافع بس، لكن لازم انت كمان تعمل حاجة، لازم يبقى ليك فعل، ولازم عندك ثقة في نفسك. واحنا ممكن يبقى عندنا ثقة في نفسنا، عندنا الامكانيات لده. احنا من ساعة ما مسكنا الإدارة الفنية للنادي الأهلي ما خسرناش ولا مباراة من ساعة ما مسكنا في 5 شهور، وده المفروض يخلي اللعيبة عندها ثقة في نفسها إنها تأدي مباراة كبيرة قدام ريال مدريد. أنا كمدرب ما شاركتش في بطولات بالشكل ده قبل كده، ولكن عامة دايما عندي كل أنا كمدرب فلسفتي إن احنا كل باخد كل ماتش بماتش، وكل ماتش هو اللي بشارك عليه. وبالتاكيد ريال مدريد هو اقوى فريق احنا قابلناه من اول ما بدات، ممكن يكون اول اقوى فريق هنقابله. وبالتالي بكره هحضر المباراه وهنحاول ان احنا نأدي كل اللي عندنا عشان نعمل ماتش قوي بكره. السؤال الاخير، مؤتمر الصحفي بالامس كان مؤتمر مهم جدا، وكان فيه تصريحات مختلفه من عناصر كمان مختلفه، سواء هنا على الجانب يعني الجانب النادي الاهلي او جانب ريال مدريد او حتى الفيفا. خلينا نروح دلوقتي لمحمد الشناوي، لان برضه محمد الشناوي كان ليه كلمه وتصريح مهم اختصار فيه او اهم ما قيل فيه. هو اتكلم عن نقطتين، اتكلم عن اول حاجه ان التركيز كبير جدا، وان هم كل مدى كل ما بيعدوا كل ما بيبقى فيه المرحله القادمه او اللي جايه بيبقى التركيز اعلى، وده اللي هم دلوقتي فيه.
هم في قمه التركيز عشان طبعا هم عارفين بيواجهوا مين. طبعا يعني نادي بحجم ريال مدريد فلازم الواحد يكون مركز، لازم يكونوا دارسين كويس جدا الثغرات وغيره. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها قال لك الاجواء ايجابيه جدا، ودي نقطه يا كريم برده مهمه لما تيجي تتكلم تقول في بعض البطولات بتروح، وحضرناها قبل كده بعض البطولات، انت اولا بتروح بنفسيه سيئه جدا، ما بتبقاش محقق يعني على الارض محليا مثلا بعض الانجازات، تاني حاجه يبقى عندك اصابات، بيبقى عندك روح معنويه مش افضل شيء، فكل ده بيؤثر في الاخر على الاداء بتاعك. انما دلوقتي اللي هنرجع ناكد عليه تاني، الحمد لله النادي الاهلي رايح بانجاز حلو جدا سواء محليا وافريقيا، انت رايح الحمد لله بالسكواد كامل، ما عندكش اصابات يعني جامده الحمد لله، غير طبعا اصابتين بس على كل حال احنا متابعين حالتهم دلوقتي، الروح المعنويه مرتفعه جدا، ما خسرتش ولا مباراه مع المدير الفني الرائع مارسيل كولر، فكل دي برضو دعم الجماهير مش عايزين ننسى بجد بالملايين، فكل دي اعتقد عوامل تخليك في الاخر فعلا كلمه شناوي تبقى حقيقه او مترجمه فكره الدعم الكامل والروح الايجابيه العاليه. خلينا نتابع ونرجع نكمل. La Liga es un equipo que tiene una gran historia, una de las historias más importantes del fútbol mundial, ha ganado muchos títulos, tiene una gran historia, tiene experiencia en estas competiciones porque ha jugado muchas veces este mundial. Es un equipo que tiene una buena organización, con jugadores que son hábiles, rápidos, en frente. Entonces, va a ser un partido igualado, competido. Ellos tienen, creo, la misma gana que tenemos nosotros de ganar esta competición, este título, como todos los equipos que están involucrados. Tenemos mucho respeto de ellos y sobre todo de, como he dicho, de un club que tiene una historia muy grande y muy importante en el fútbol africano. Un club que tiene una historia así grande es, obviamente tiene aficionados que están muy cerca del equipo. Yo creo que el estadio mañana está lleno de gente, de aficionados, va a ser un partido entretenido. Creo que también tenemos a muchos aficionados de Real Madrid aquí en Marruecos. Entonces, yo creo que todos los aficionados van a disfrutar de un buen partido de fútbol, competido, con la gana de cada equipo de llegar a jugar la final. طب ده كان جانب من تصريحات أنشيلوتي طبعا المدير الفني لريال مدريد، والحقيقة مش بس في المؤتمر الصحفي ده، هو أكتر من مرة سواء بشكل مباشر أو من خلال تعليقاته الصحفية في حوارات صحفية، كل كلامه دايما الحقيقة في غاية الاحترام عن النادي الأهلي، وعارف كويس جدا أن النادي الأهلي هو مش مجرد عارف، هو عارف وصرح بده أكتر من مرة أن هو بصدد لقاء مع فريق كبير جدا، هو كبير أفريقيا. كل مرة كان بيعدد فيها عدد المرات اللي شارك فيها النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، عدد الميداليات اللي حصل عليها، أثنى أكتر من مرة على كتيبة النادي الأهلي، وقف أكتر من مرة عند تفصيلة أن لجماهير النادي الأهلي تواجد قوي جدا في هذه البطولة، ولا سيما وأن هي مقامة في دولة المغرب، هو مدرك أن كل إخواتنا المغاربة كلهم في ظهر النادي الأهلي. فالحقيقة دايما كل تصريحاته متزنة وفيها قدر ملحوظ من التقدير الواضح جدا للنادي الأهلي. جميل. بص احنا لسه معانا بعض التصريحات المهمه دلوقتي. تصريح خاص بفالفيردي طبعا لاعب خط وسط ريال مدريد، هو قال برضو في المؤتمر انهم عكفوا خلال الفتره اللي فاتت على متابعه مباريات الاهلي عشان يستعدوا للمواجهه، وهم بيدركوا كمان جيدا ان في هيبقى تنافسيه شديده، وان الجماهير اكيد هتكون زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه، هم مدركين ده ان الجماهير هتكون داعمه بشكل اكبر طبعا للنادي الاهلي بما ان احنا بنتكلم عن دول عربيه. خلينا نروح نتابع جزء من التصريحات دي ونرجع نكمل. Buenas. Muy bien. Hemos estado mirando ya partidos, videos del equipo rival. También me parece muy bonito lo que dijiste sobre la afición. Creo que para mí es algo hermoso siempre que haya afición muy buena. Sé que tiene una buena afición, sé que tiene bastante fans, entonces bueno, yo lo disfruto, vengo de un país que se vive el fútbol de una forma muy, muy loca, entonces bueno, me gusta también disfrutar estas cosas. Y a nivel de equipo, sabemos lo que es este equipo en esta parte del mundo, sabemos todo lo que genera, como te digo, a nivel de fans, lo que genera también dentro del campo, jugando, lo que genera también en su carrera, en su historia, todo lo que ha ganado. Se merece el mayor de los respetos como cualquier rival, pero como siempre digo, nosotros también tenemos que enfocarnos nosotros, siempre con respeto hacia el rival, pero también intentando dar nuestras armas, intentando jugar a nuestra forma, a nuestra manera,
ir a ganar, que es a lo que venimos. Y bueno, como te digo, siempre con respeto, pero también tenemos que mirar lo nuestro y ganar, que es para lo que venimos nosotros. امبارح بعد التمرين كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه مجموعة تصريحات أكد من خلالها أن الفريق جاهز تماما وأنه عنده حماس كبير لهذه المواجهة، وذكر جملة مع كامل الاحترام لإمكانيات ولإسم ريال مدريد الإسباني. قال: تحدثت مع اللاعبين بأن جماهير النادي في كل مكان تقف خلفهم وكعادتهم ينتظرون منهم المزيد، وأكد لهم أن هم قدوة في نهاية المطاف، وقال أن اللي قدموه في هذه البطولة حتى هذه اللحظة بطبيعة الحال زود كتير من طموحات وأمال النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وثقتهم في أن هم قادرين بالفعل على اللعب بأفضل ما لديهم والسعي للوصول إلى المباراة النهائية. قال كمان: هنلعب هذا اللقاء بشخصية النادي الأهلي اللي دايما بتكون ملازمة لينا، وأنه طالب اللاعبين بأن هم يتحلوا بالهدوء والتركيز ويلعبوا بروح الفانيلا الحمراء لمدة 90 دقيقة. وقال أن حديث المدير الفني لريال مدريد عن النادي الأهلي واحترامه لنادي قرن في إفريقيا وتاريخه هو أمر جيد جدا، وفي نفس التوقيت يدعو للتركيز الشديد في هذه المواجهة. كلام مهم طبعا، كلام مهم وحلو ان احنا نشوف التصريحات المختلفة دلوقتي من اعضاء مختلفين في البعثة، سواء في الجهاز الإداري يعني والفني او حتى في اللعيبة. نروح كمان لمجدي قفشة لان كان ليه كذا تصريح اعتقد مهم جدا، وهو تحدث في كذا نقطة، يعني منها مثلا على سبيل المثال يا كريم قال لك احنا حاسين ان احنا في مصر، يعني فكرة ان الفريق بيتحدث ان هو حاسس ان هو في مصر، دي حاجة ترجع للنقطة اللي انا كنت بتكلم فيها، فكرة الروح الإيجابية والمعنوية المرتفعة جدا، وانت داخل بجد نفسيتك يعني زي ما بتقال كده عالية، لأن الجاهزية الفنية حاجة مهمة، لكن الجاهزية كمان النفسية بتبقى عامل كبير جدا وله تأثير كبير جدا، ربما يؤثر بالسلب أو بالإيجاب كمان على الفنيات. فدي نقطة كويسة جدا. قال لك كمان إحنا 11 لاعب قدام 11 لاعب، مهما كان مين المنافس بتاعنا إحنا بنلعب بهذا المنطق. وقال لك طبعا إحنا عارفين إن إحنا في منافسة شديدة جدا، لكن شخصية لعيبة النادي الأهلي بتظهر في البطولات الكبيرة والماتشات الكبيرة. خلينا نتابع. كيف كان الاستعدادات لهذه المباراه؟ حبيبي يعني زي ما قلت قبل كده، نادي ريال مدريد فريق كبير جدا وتاريخ كبير واحنا بنحترمه جدا، لكن احنا نادي الاهلي ودي مش اول مره ان احنا نوصل سيمي فاينال في كاس العالم، دي ثالث مره على التوالي، واحنا جايين عشان حاجه كبيره ان شاء الله. كل احترام لريال مدريد واللعيبه، طبعا لعيبه كبيره على اعلى مستوى واحسن لعيبه في العالم، لكن في الملعب ما فيش الكلام ده. في الملعب في 11 لعيب قصاد 11 لعيب، هو ده اللي بيفرق بقى شخصيه اللعيب في الملعب. فاحنا ان شاء الله نادي الاهلي جايين نلعب، وكل اللعيبه جايه تلعب بكره عشان مكسب، عشان احنا نفسنا نلعب نهائي ان شاء الله ونحقق بطوله كويسه، فان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. اكيد تابعنا في مباريات الاهلي الاولى والثانيه، كان دعم جماهيري مغربي كبير لفريق الاهلي، رسالتك ربما للجماهير المغربيه اللي هتكون حاضره يوم غد؟ لا يعني دايما احنا في المغرب، دايما لعبنا كتير في المغرب، دايما هي بلدنا الثانيه، احنا ما بنحسش دايما بالغربه او بنحس ان احنا في بلد بعيد عننا. المغرب بلدنا جميله طبعا، وكل الناس في ظهرنا دايما، وعلى طول بيبقوا معانا حتى في الفنادق وكده دايما بيبقوا معانا، فاحنا من ساعه ما جينا المغرب واحنا حاسين ان احنا في مصر بصراحه. كل احترام ليهم وبنشكرهم ودايما هم في ظهرنا بصراحه. عمرو السوليه هو كمان طبعا كان ليه مجموعه تصريحات اكد فيها على ان مواجهه ريال مدريد لن تكون سهله على الاطلاق، وقال ان حلم الجميع هو الوصول للمباراه النهائيه لمونديال الانديه، وقال: نتمنى ان يكون كل اللاعبين في حالتهم الفنيه والبدنيه، وسنقاتل من اجل الوصول للنهائي وتحقيق حلم كل الاهلاويه في كل مكان. وضح السوليه كمان ان الاهلي سبق ليه طبعا تحقيق الميداليه البرونزيه في مونديال الانديه في ثلاث نسخ سابقه، منهم مرتين متتاليتين بالجيل الحالي، ورجع يأكد أن طموح الجميع في النادي الأهلي أبعد من كده بكتير، وهو الوصول للمباراة النهائية وتحقيق لقب هذه البطولة. قال أن الأجواء في المغرب مميزة جدا، وطبعا توجه بكل الشكر لجماهير المغرب الشقيقة على كل الدعم والمساندة اللي هم بيأدوها الحقيقة للنادي الأهلي، وتمنى استمرار حضورهم في مواجهة ريال مدريد بأعداد كبيرة لمؤازرة النادي الأهلي كعادتهم. حلو جدا. كمان عندنا تصريح اخر لمحمد عبد المنعم، هو قال ان الاهلي جاهز جدا لمواجهه ريال مدريد، واعتقد دي فيها رسائل يعني او رساله طمانينه لكل الجماهير، نقطه كويسه جدا. النقطه الثانيه برضو اتكلم فيها ان قال لك مفيش مستحيل في لغه كره القدم، واحنا برضو اكدنا، ومش احنا بس اللي بناكد، التاريخ هو اللي بيتحدث بهذا الشان، مفيش حاجه ثابته في كره القدم. لغه كره القدم دايما الموازين فيها بتبقى متغيره، الكبير في الانديه وفي البطولات ممكن ان هو يسقط، شفناه في انديه اوروبيه
افريقيه كتيره جدا، شفنا فرق يمكن او منتخبات يا كريم ما بتبقاش بنفس مستوى منتخبات اخرى، شفناها في كاس العالم وشفناها في كاس العالم للانديه وقدرت ان هي تتخطى كمان. واكبر مثال عندك الهلال السعودي وعندك منتخب المغرب وغيره وغيره من الانديه اللي بتديك ثقه كبيره، يعني مفيش حاجه فعلا مستحيله في لغه كره القدم. فنقاط مهمه، خلينا برده نتابع ونرجع نكمل ان شاء الله، ونبقى كلنا في فورمتنا وجاهزين ان شاء الله باذن الله نعمل ماتش كويس وربنا يكرمنا بالصعود ان شاء الله. مفيش حاجه مستحيل باذن الله، نتعب ونشتغل وان شاء الله باذن الله نبقى نقدر نعمل مفاجاه كبيره ان شاء الله ونصعد باذن الله يعني ان شاء الله. الصراحه بطوله منظمه جدا، وبنشكر المغرب على تجهيز البطوله، بنشكر الجمهور وبنتمنى الجمهور بكره ان شاء الله يساندنا ويبقى موجود كله ان شاء الله. اعلنت دول الارجنتين واوروجواي وباراجواي وتشيلي بشكل رسمي ان هم هيقدموا ملف مشترك لتنظيم كاس العالم 2030. الدول اللاتينيه دي عايزه تنظم كاس العالم تحديدا 2030 بمناسبه مرور 100 سنه على تنظيم كاس العالم للمره الاولى سنه 1930 اللي نظمتها في ذلك الوقت دوله اوروجواي، وهي اول بطوله كاس عالم في التاريخ. برضه بالمناسبه جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم اعلن قبل كده انه هيتم الكشف عن الدول المستضيفه لنسخه مونديال 2030 عام 2024، يعني السنه الجايه ان شاء الله. كمان في تقارير اشارت قبل كده انه في وجود ملف اخر لتنظيم نسخه 2030 مقدم من مصر والسعوديه واليونان، لكن حتى الان لم يتم الاعلان رسميا عن تقديم هذا الملف. واكيد دي برضه من الامور اللي اكيد هتظهر لها شويه تفاصيل الفتره اللي جايه باذن الله. ده لو اتعمل هناك نسافر بقى. أوه. انا بحب الدول اللاتينيه جدا يا سيدي. طبعا 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 يعني روح ثانيه هم عندهم كل حاجه عندهم، حتى في موسيقاهم روح ثانيه. بس بحسهم شبهنا يعني اللاتينز، بحسهم فيهم من العرب كتير يعني غير طبعا سكاندينيفيانز والحاجات دي غيرنا تمام. دول فدول اللاتينز شويه قريبين حتى الشكل. انت لو سافرت يعني قبل كده اي دوله من الدول دي هتلاقي ممكن كانوا يبقوا فاكرينك من الدوله، يعني كتير بيتلخبطوا فيها في اسبانيا بيفتكروني اسبانيه والله. طيب دي كانت درجات الحراره، مهم ان احنا نعرف تفاصيل اكتر. كمان معانا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور، صباح الهنا، وخلينا نعرف من حضرتك حاله الطقس كمان خلال الويك اند، لان مهم جدا ناس كتيره قوي بتسافر ويبقى عندهم اشغال كمان. بوضع الشبور واخبارها ايه؟ هل هيكون في تساقط للامطار ولا لا؟ اتفضلي يا دكتور. صباح الفل على حضرتك يا دكتور هاند واستاذ كريم كل الساده المشاهدين. طبعا يمكن احنا بالامس واول امس شهدنا حاله من التقلبات الجويه وحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وكان في نشاط رياح حسسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، سقوط امطار متفاوت في الشده، اضطراب ملاحه بحريه. ده كان متوقع ان شاء الله من اليوم مع حركه المنخفض الجوي الى بلاد الشام يبقى في تحسن نسبي في الاحوال الجويه، لان هيحصل اعتدال في سرعات الرياح. سرعات الرياح لما تعتدل فاحنا هنحس بدرجات الحراره كما هي، يعني في انخفاض طبعا في درجات الحراره خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، لكن مع اعتدال سرعات الرياح هنحس بالتحسن النسبي في الاحوال الجويه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 16 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني اجواء مائله للبروده على اغلب المناطق الشماليه، معتدله على المناطق الجنوبيه خلال فتره النهار. خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر هتظل الأجواء شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في شمال الصعيد وسط سيناء محافظة الوادي الجديد بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد خلال فترات الليل. كمان اليوم في طبعا تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، فتستمر فرص سقوط الأمطار على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، هتختلف شدتها من المحافظات المختلفة ما بين الأمطار الخفيفة للمتوسطة على المناطق المطلة على البحر المتوسط في شمال الوجه البحري، أمطار خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري مدن القناة، أيضا القاهرة الكبرى اليوم فيها فرص سقوط الأمطار الخفيفة ويمكن بدأت خلال فترة الصباح ومتوقع في فرص على مدار اليوم، لكن كلها أمطار خفيفة مش مؤثره تماما على اعمال الانشطه الجويه. مع غدا ان شاء الله يكون في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، تبدا درجات الحراره ترتفع ارتفاع طفيف وتتراوح ما بين 17 و 18 درجه مئويه على القاهره الكبرى، هنحس بالاعتدال في الاجواء. فتره النهار هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، لكن فترات الليل هتظل الاجواء يعني نقدر نقول بارده لشديده البروده على اغلب الانحاء.
بالاضافه كمان غدا وبعد غدا متوقع تكون سحوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وطبعا هتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق. فمهم جدا نحذر كل قائدي مركبات المسافرين على الطرق، لازم تكون القياده باستخدام، نتبع كافه تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خاصه فترات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. مهم كمان ان احنا لازم قبل ما نخرج من البيت نعرف الحاله الجويه عشان ما نتفاجئش باي ظروف جويه صحيح. مختلفه، لكن ان شاء الله فتره الويك اند الاجواء مستقره بشكل كبير جدا على اغلب مناطق الجمهوريه. يعني الجمعه بالليل تحديدا هيبقى كويس، مفيش امطار على القاهره الجمعه في الشيخ زايد، في الشيخ 9 وربع مساء بس عندي حاجه والله، يعني هيبقى مفيش مطر اهم حاجه. لا مفيش اي فرص امطار ولا الخميس ولا الجمعه على القاهره الكبرى ان شاء الله، بس ناخد بالنا من انخفاض درجات الحراره فتره الليل. رائع جدا دكتور منار، بجد تغطيه كالعاده ممتازه، مشكورك جدا عليها، شكرا ليكي. مش هطمن لازم ده واجب واجب، مش انا مواطن برضه من حق المواطن يطمن طبعا الله. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل الكلام، خليكم معانا. عوده العشاء الصبح في الاهلي، اهلا بكم مره ثانيه. تعالوا بقى نروح ونتابع مع حضراتكم اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروعه المختلفه مع زميلتنا العزيزه روزان نصر. روزان موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي احنا سامعينك. ده روزان لسه صح. صباح الخير يا كريم. بالظبط لسه صاحيه فعلا، لسه نايمه. اثبتي ان هي صاحيه. صباح الفل يا روزان عليكي، بقالك فتره ما بتطلعيش معانا. صحيان بدري ده صعب جدا، صحيان بدري ده صعب جدا، شيء صعب جدا والاصعب في الشتاء بصراحه الحقيقه. ربنا يعيننا وربنا يعينكم انتوا بالتحديد، يعني يوميا بصراحه الموضوع يعني صعب جدا. ربنا يخليكي، اتفضلي يا روزان احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة هكون متواجدة طبعا مع حضراتكم لنقل طبعا كل الأخبار سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى. هنبدأ طبعا بالمواجهة يعني القوية جدا النهاردة، يعني هنبدأ بآخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة طبعا مارسيل كولر قبل مواجهة ريال مدريد اليوم في كأس العالم للأندية. وأدى الفريق طبعا ميرانو الرئيسي الأخير أمس، وعقد بعدها مارسيل كولر اجتماع مع اللاعبين للحديث طبعا عن خطة لقاء النهاردة. كل تمانين بالفوز النهاردة، يعني هو لقاء أكيد صعب، مواجهة قوية، ولكن يعني ما فيش مستحيل طبعا للنادي الأهلي زي ما عودنا دايما. من كرة القدم بقى هنروح للسيدات الطائرة في الأهلي اللي بيصعدوا لربع نهائي كأس الطائرة. تأهل الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي لربع نهائي كأس مصر في الموسم الحالي، ومن المقرر أنه بيلتقي سيدات النهاردة في ربع النهائي مع هليوبلس الذي تغلب على فريق ناصر الشعيب. والجدير بالذكر كمان ان سيدات الاهلي هم حاملين لقب الموسم اللي فات والبطوله الماضيه، يعني بعد الفوز على الصيد بصاله الشباب والرياضه بمدينه 6 اكتوبر، وبنتمنى لهم كمان كل التوفيق الموسم ده. من سيدات الطائره لرجال طائره الاهلي اللي هيواجهوا الاتحاد السكندري في كاس السوبر المصري طبعا اليوم، كمان بيبدا اليوم مشوار رجال كره الطائره في بطوله كاس السوبر عندما يخوض مواجهه صعبه ومهمه جدا امام فريق الاتحاد السكندري على صاله نادي المقاولون العرب، وتقام المباراه في السادسه مساء. وحرص الجهاز الفني للفريق على عقد محاضره للاعبين اكد خلالها على اهميه التركيز الشديد وتقديم كل ما يمكن من اجل الفوز طبعا بكل المباريات وكل الاشواط للتتويج بالبطوله. اخيرا كمان خبر من الالعاب الاخرى، ولكن عن شباب يد الاهلي. فريق الشباب لكره اليد مواليد 2006 حقق فوز مهم على حساب نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور ربع النهائي من منافسات بطوله كاس مصر كمان، وتقدم شباب يد الاهلي في الشوط الاول بنتيجه 13-10، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني لتنتهي المباراه لصالح الفريق بنتيجه 27-23. طبعا يعني دي كل الاخبار المتعلقه بالالعاب الاخرى بالتحديد هنا من النادي الاهلي فرع الجزيره. بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. المفروض العكس. روزان بنشكرك جدا جدا على التغطيه الرائعه كالعاده، شكرا ليك. واضح ان احنا النهارده كلنا لسه ما صحيناش.
طيب خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح دلوقتي لخبر حلو، لان هو استكمالا لسلسله برضو الانتصارات، خلينا نقولها بهذا الشكل، او النجاح اللي بتحققها مصر. الاتحاد المصري للكره الطائره اعلن امبارح موافقه الاتحاد الافريقي للكره الطائره على استضافه مصر للبطوله الافريقيه، ده هيكون في اغسطس اللي جاي. والموافقه دي يعني كان الاتحاد الافريقي جاء بعد او عرض على بعد الملف القوي اللي هو اتقدم وتمت الموافقه عليه. اعتقد دي برضو زي ما انا بتكلم يا كريم حاجه هتكون لصالح الرياضه المصريه وملف السياحه كمان، لو احنا هنتكلم عن ملف السياحه الرياضيه. فبالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى كمان يكون في تغطيه مش بس محليه، يبقى في تغطيه صحفيه واعلاميه من جميع يعني الدول كمان المختلفه. اعتقد ده هيبقى برضو شيء حلو جدا لترويج كمان السياحه. اتكلمنا في النقطه دي اكتر من مره. برضو من الحاجات الحلوه كمان اللي فعلا ناس كتير خدت بالها منها في الفتره الاخيره اخر كام سنه مش اخر كام شهر، فكره ان في اهتمام عام ب هنقول المختلفين، سواء كان ظروف باختلاف اقزام ايا كان، المهم ان في اهتمام ملحوظ بيهم في الفتره الاخيره، ودي ابسط حقوقهم بالمناسبه، دي حتى مش تفضل لا من جهه ولا من كيان، دي ابسط حقوقهم كمواطنين مصريين. فكره كمان انخراطهم في الرياضه دي كانت نقطة مهمة جدا، وبالمناسبة من أول ما بقى فيه اهتمام ملحوظ بيهم هم كمان ما قصروش، وماليين الدنيا نجاحات وانتصارات ومشاركات، وخصوصا في المحافل البارالمبية دايما بنلاقي حضور قوي جدا للاعبتنا ولاعباتنا المصريين والمصريات. وفي هذا الإطار عايز أقول لكم إن أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية عن تشكيل لجنة لكرة القدم للأقزام بيترأسها علي شعبان لرعاية الأقزام في مصر والتأكيد على حقوقهم في ممارسة كرة القدم. طبعا اللجنة دي هي الأولى المشكلة بهذا الشكل ومنبثقة من اللجنة البارالمبية في مصر والوطن العربي، ومن خلالها هيتم تنظيم أول دوري مصري للأقزام وأول دوري عربي. اللجنة وضعت خطة للنشاط الموسم الرياضي 2023 بداية من إقامة مسابقة الدوري المصري خلال شهر فبراير الجاري، بعدها المشاركة في البطولة الأفرو أسيوية في مارس المقبل، ثم أول بطولة كأس عالم في الأرجنتين في شهر أغسطس القادم إن شاء الله. طبعا مهم جدا دعم ومساندة نجوم مصر في الرياضات المختلفة من الأقزام للقضاء نهائيا حتى على فكرة ظاهرة التنمر، ودي برضو من الظواهر اللي لازم تختفي على طول من حياتنا كلها، مش بس أنا مش بتكلم بقى رياضيا ولا غير رياضيا، من شوارعنا ظاهرة التنمر من الظواهر المؤسفة جدا اللي لازم تنتهي بأسرع وقت ممكن. بس احنا استضفنا كتير في 10 الصبح في الأهلي لو أنت فاكر طبعا. من أول ما البرنامج كمان بدأ ونورونا وشرفونا حقيقة ضيوفنا من يعني هنقول قصار القامة، ومنهم ابطال رياضيين بشكل كبير جدا. وفاكر استضفنا قبل كده 2 كانوا مخطوبين، أيوة والاثنين اتكلموا طبعا عن الصعوبات اللي انت بتتكلم فيها، فكره الصعوبات المجتمعيه وبعض يعني الافعال اللي هي قد تصل للتنمر اللي احنا بنرفضها دلوقتي كمجتمع، والثقافه المفروض ان هي بتتغير وغيره. بس انت لو جيت دلوقتي وركزت على هذا الملف وفكره كمان دعم الدوله لهذا الملف وفئات كمان اخرى، هتلاقي ان ده بدا يبقى ليه ثمار على الارض يا كريم. يعني ابتدت لما انت اديت اهتمام، لما انت غيرت الثقافه، لما انت ابتديت تدعم الفئه دي، الفئه دي على الصعيد الثاني ابتدت تبقى بجد عضو عامل وناجح في المجتمع. فالقصه كلها ان انت يعني زي ما بيتقال كده عيش وخلي غيرك يعيش. يعني مش فكره ان احنا خلقنا مختلفين يبقى خلاص احنا احسن او هم اوحش. احنا ممكن على فكره كنا نبقى كده، يعني اي حد فينا معرض كمان ان هو يحصل له اي حاجه في الدنيا فان هو يوصل لده. فئه محترمه جدا وموجوده وناجحه ومنهم ابطال، واتكلمنا على يعني ده اكتر من مره والملف ده اكتر من مره. فكل الدعم وكل الاحترام ليهم، ربنا يوفقهم بجد في كل شيء. يعني كلمه حق بقى في هذا الاطار برضو لازم تتقال، لان اللي ما يشوفش من الغربال يبقى يعني الحقيقه يعني السيد رئيس الجمهوريه مشكورا فاكتر من مره، فاكتر من مؤتمر شباب، فاكتر من مناسبه مختلفه شفنا بدل اللقطه 50 مليون لقطه بتؤكد على دعم ومحبه القياده السياسيه في مصر لهذه الفئه ومحاولته يعني بشكل دائم الحقيقه وفي منتهى الدأب على تحصيل اكبر قدر من حقوقهم اللي كانت مفقوده في ازمنه سابقه. فالحقيقه كل التحيه والتقدير. يقدرون باختلاف الاصل طبعًا فيها كمان طبعًا ده، فيعني شيء اكيد اكيد محترم. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم عشان نستقبل ضيوفنا ليكم معانا. النهارده ان شاء الله ربنا يكرم كتيبه النادي الاهلي ونشوف نتيجه مرضيه
وتتماشى مع كم الدعوات اللي الاهلاويه بيدعوها للاعبتنا النهارده ان شاء الله. اكيد بطبيعه الحال ما عندناش اي موضوع تاني هنتكلم فيه ولا ملفات تانيه هنفتحها غير ماتش النهارده الحدث الاهم والابرز، لقاء النادي الاهلي وريال مدريد الاسباني. هنتكلم في كل التفاصيل والتوقعات والتشكيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في اولى فقراتنا الحواريه، كابتن ايهاب المصري مهاجم منتخب مصر السابق. اهلا بيك وصباح الفل عليك. صباح الفل على حضرتك وعلى نهاوند، وصباح الفل على كل جماهير النادي الاهلي. صباح الهنا. ومش هخش على طول انا وكريم معاك على ماتش يعني ريال مدريد والاهلي، خلينا ناخد يعني الهلال السعودي كعبره في البدايه وكتجربه ناجحه جدا، ومنها بعد كده نتكلم عن النادي الاهلي. اولا الحاجه اللي عجبتني قوي بعد المباراه يعني اللي احنا سمعناه ان رجل الاعمال وليد بن طلال ادى مكافاه 1,000,000 ريال لكل لاعب في نادي الهلال. انا اعتقد ده شيء رائع جدا يعني ده تحفيز هايل. في دعم، لا في دعم كبير جدا، دعم رائع، دعم رائع. تحفزنا يا راجل واحنا مش طرف، ده لا قاعد مش على بعض يعني من الفرحه ولا مش طرف في الموضوع، كلنا فرحانين يعني. ربنا يكرمهم وعاملين شغل اكيد طبعا. في تطور كبير جدا في الكره السعوديه، يعني ده نتاج لتطور كبير جدا في الكره السعوديه. شايفين الاستقطابات للكره السعوديه، شايفين تفكير ازاي الناس المسؤولين في الكرة السعودية بيحاولوا يطوروا، بيحاولوا يجذبوا نجوم كبيرة للدوري السعودي عشان يبقى محط أنظار للنجوم العالمين الكبار. التطور اللي بيحصل في كأس العالم، شفنا الأداء الجيد للمنتخب السعودي، بقى عنده منتخب أول وعنده منتخب تاني وعنده صف تاني وصف تالت بيشتغل. كانوا أصحاب أول كرسي في كلوب كأس العالم في قطر بمفاجأتهم المدوية في ماتش الأرجنتين، واللي خلت الدوافع هتبقى أكتر عند المنتخب الأرجنتيني عشان يفوز بكأس العالم طبعا. لكن المنتخب السعودي عامل أداء جيد، بيتطور بشكل كبير جدا. صحيح. الكرة السعودية عامة، الهلال السعودي من الفرق القوية جدا على المستوى الآسيوي والمستوى العربي. يمكن شفنا المباراة الموسم أو المونديال الأخير مع النادي الأهلي، وكان النادي الأهلي متفوق بشكل كبير جدا على فرقة الهلال، لكن الهلال بيتطور كل فترة، بيستقدم محترفين على مستوى عالي جدا، عنده لعيبة في كل الخطوط محترفين من الصفوة، محترفين على مستوى عالي جدا، كواليتي عالي جدا، بيصنع الفارق في أي وقت. فالهلال مباراته لفلامينجو امبارح اعتقد مش انا بشوفها مش شيء مفاجاه بالنسبه لي، لان الهلال فرقه قويه جدا، فرقه محترمه. لكن البدايه اللي كانت صعبه مع الوداد، يمكن كان متاخر لحد الدقيقه 90 واحرز هدف من ضربه جزاء وقدر يرجع للقاء، لكن كان ممكن يودع البطوله من البدايه. لكن يحسب له امبارح، يحسب له الاداء، يحسب له الروح، يحسب له زي ما قلت لك شخصية البطل طبعا. اللي احنا بنشوفها في فرقة الهلال. فمبروك ليهم، مبروك للكرة السعودية، إنجاز كبير جدا. أتمنى طبعا ونتمنى كلنا اللي هو يكون النهاية عربي خالص إن شاء الله، هلالي إن شاء الله بإذن الله. الهلال السعودي ودينا كلنا اطمنا عليه، وتم تسكينه بنجاح مدوي الحمد لله في اللقاء النهائي، وتم مكافئته كمان. أيوه. احنا بقى وضعنا ايه في ماتش النهاردة، وتوقعاتك ورؤيتك ومخاوفك؟ لا بص هقول لك حاجة، يمكن هي النادي الاهلي الفتره اللي فاتت المستوى الفني في ارتفاع، في استقرار، في هدوء في الفرقه. صحيح. وده ملحوظ بشكل كبير جدا سواء في بطوله الدوري او على المستوى البطوله كاس العالم الانديه، شفنا الاداء مختلف تماما، شفنا الروح اللي عند اللاعبين، شفنا تطور كتير من اللاعبين كمان على المستوى الفني داخل ارضيه الملعب. بنشوف حمدي فتحي والادوار المختلفه اللي بيعملها الفتره اللي فاتت، وشكل تاني ومغير لحمدي فتحي. بيرستاو اللي انا بشوف يمكن في كتير كان بينتقد بيرستاو او هو مش الصفقه المهمه او المحترف الكواليتي العالي، عشان كان في تذبذب في الاداء بتاعه يعني. مباريات كان بيبقى رائع ومباريات المستوى بتاعه مش هو اللي احنا متوقعينه، ولكن قدر يثبت نفسه مؤخرا. هو مش تذبذب على قد ما هي قصه الاصابات هي اللي بتعرقله بشكل كبير جدا. يعني لو رجعت الماتشات في الدوري الاتحاد والمحله، الشكل الهجومي النادي الاهلي كان بيبقى مميز جدا في وجود بيرستاو. صح. لان عنده ان هو كواليتي مختلف عن كل اللاعبين الموجودين في الخط الامامي، لعيب سريع، لعيب متحرك، بيقدر بيعمل سكان بشكل كويس جدا، فلما بيتالق فعلا بيظهر. ويمكن شفنا المباراه الاخيره، يمكن هو كان اللعيب الملفت للنظر، هو اللعيب اللي في الناحيه الهجوميه، هو اللي عنده القدره على صناعه الفارق. ف عودة بيرستاو لقيادة النادي الأهلي وخط هجوم النادي الأهلي أعتقد هيفرق بشكل كبير جدا. أنا فرحت جدا لما رجعت أشوفه مرة تانية بيهدف ويسجل والرقصة بتاعته، بيحتفل الاحتفالية الجميلة بتاعته، كانت وحشانة يعني. فالنهارده النادي الأهلي أنا شايف الضغوط كلها رايحة على ريال مدريد، مش على لعيبة النادي الأهلي. يعني المباراة اللي زي دي يمكن بلغة الكورة مش مباراة، أكيد المدير الفني بيبقى عليه جزء كبير جدا، لكن هي بتبقى مباراة لعيبة. في انديه كتيره جدا ودول كتيره جدا بتحاول تدفع ملايين عشان تجيب ريال مدريد، تجيب برشلونه، تجيب الفرق الكبيره. انت النهارده
في بطوله رسميه بتلعب الاسم الكبير ريال مدريد، مباراه رسميه طبعا. من غير اي مقابل طبعا. لكن ليها مردود كبير جدا، ليها صدى واسع كبير طبعا. جدا طبعا. فانت كلاعب فرصه كبيره جدا، فرصه اللي انت بتقابل نجوم كبيره، فرصه تثبت للناس وتوريهم المستوى الفني الحقيقي بتاعك، لان برضو في فروق كبيره فنيه بين اللعيبه الاوروبيه عامه او لعيبه الريال واللعيبه المصريه، لكن لعيبه النادي الاهلي تعودت على الاجواء دي، لعيبه النادي الاهلي عاشت الاجواء دي قبل كده، عاشت المنافسات دي قبل كده، لعبت قدام بايرن ميونخ، فشافت اللعيبه دي او لعبت مع الكواليتي العالي جدا او الفئه العاليه دي. فاعتقد مباراه النهارده التحفيز المعنوي، التحفيز قبل المباراه، الشغل النفسي والجلسات النفسيه والتحفيز ليها والتهيئه النفسيه للقاء اهم كتير جدا من الشغل الفني اللي هيحصل. لكن في شغل خططي للراجل اكيد طبعا. مستر كولر هيشتغل عليه بشكل كويس جدا، واكيد هو عارف واتفرج وعجبني التصريح بعد اللقاء اللي لما يعني بعد اللقاء بيسالوه فقال لهم انا معايا على الهارد ديسك الماتشات بتاعت ريال مدريد. هو على طول جاهز، هو مجهز سيناريوهات وشغال عليها، لكن التحضير الذهني قبل اللقاء ده مهم جدا. يمكن من بعد المباراه الاخيره مع سياتل اعتقد ان هم كابتن عبد الحفيظ واللعيبه الكبار وهو الراجل مستر كولر برضو اكيد شغال جلسات تحفيزيه بشكل كبير جدا، بيحفز اللعيبه ويهيئ اللعيبه نفسيه اللي هي احترم الريال طبعا ولازم احترم قيمه واسم الريال لكن ما اخافش. الكلمة دي اعتقد مهمة جدا وهو كررها اكتر من مرة واكد عليها طبعا كابتن محمود الخطيب، فهي نقطة في غاية الاهمية. وعايز اقول لك على حاجة، احنا عرضنا النهاردة التصريحات الاخيرة اللي كانت للمؤتمر الصحفي الخاصة بالمؤتمر الصحفي من قبل اللعيبة كابتن سيد عبد الحفيظ وغيره، اللعيبة كلها بتتكلم بنفس النقطة اللي حضرتك بتتكلم بيها دلوقتي كابتن ايهاب، اللي هي احنا عارفين احنا بنواجه مين، خصم كبير جدا، لكن برضو احنا 11 لاعب ل 11 لاعب واحنا مش رايحين المرة دي علشان ننافس على نفس يعني الميدالية، احنا عايزين يبقى في بقى اداء احسن وميدالية كمان ارقى من كده او اكبر من كده. فاعتقد ده كله بيصب في فكره النادي الاهلي واللعيبه عندهم ادراك ان احنا مش رايحين نلعب ريال مدريد ونكتفي، احنا عايزين نوصل وننافس على الاول والتاني، وباذن ده يحصل. وانت عارف توقعاتي، توقعاتك ما بتخيفش يعني اوقات يعني بس ان شاء الله يعني خير. لا ان شاء الله باذن الله. ما انا بقول لك هو الثقه اللي فيها لعيبه النادي الاهلي دلوقتي والتصريحات بتدل على عقليه لعيبه النادي الاهلي مختلفه تماما، المحترفه، عقليه احترافيه، عقليه احترافيه بشكل كبير جدا، بدأت تتغير بشكل كبير الفترة الأخيرة. بنشوف التصريحات، بنشوف اهتمامهم، بنشوف تركيزهم الفترة اللي فاتت، واخدين كل مباراة على حدة، احترموا أوكلاند بشكل كويس فيعني وقدروا يتغلبوا عليه، احترموا سياتل لحد آخر دقيقة، بيتعاملوا مع سياتل كفرقة محترمة لكن وخد المهارات من اللقاء. النهارده طبعا يعني مباراة كبيرة يعني طبعاً. لكن التخوف التخوف في أثناء اللقاء كلاعب كورة مش هيبقى في مصلحة النادي الأهلي، يعني لعيبه النادي الاهلي ما هي دي النقطه، ما تنزلش عندك رهبه، لو نزلت عندها الرهبه والخوف مش تعرف اللي كانت في ماتش بايرن ميونخ لو احنا هنفتكر، مش عايزين نشوف مش هتعرفي تستلمي الكوره، مش هتعرفي تطلعي الباص صح، الباص السليم، والشده الزياده عن اللزوم كمان الشده الزياده عن اللزوم بتاثر على اللعيب يعني في ماتش عايز ثبات انفعالي بالمعنى الحرفي بالظبط. ما انا زي ما قلت لحضرتك هو من بعد مباراه سياتل التحضير الذهني للقاء، انت شغال ازاي، مهيئ لعيبتك ازاي، انت ما تحطهمش تحت ضغط ان انت لازم تكسب ريال مدريد. بس على فكره في شويه تفاصيل كده استجدت حتى في الكام ساعه الاخيره، اعتقد ان من شانها طمانه اللاعبين، حتى لو احنا عارفين كويس قوي ان ريال مدريد ما كانش هيبقى ريال مدريد غير لما عنده كتيبه يعني فظيعه وعنده دكه افظع يعني ما يقلوش بطبيعه الحال، لكن برضو ما ننكرش ان اكيد لغياب كورتوا والكريم بنزيما برضو تاثير ما طبعًا ولا ايه؟ يعني قوه هجوميه وقوه في حراسه المرمى، احنا شفنا لو دوري ابطال اوروبا كورتوا بيبقى ليه دور كبير جدا طبعًا. في الدوري الاسباني بيبقى ليه دور طبعًا. كبير جدا طبعًا. مع ريال مدريد طبعًا. بيشيل اهداف مؤكده واهداف مؤثره وعامل مهم جدا، بيدي طمانينه لخط ظهره، بيدي طمانينه للفرقه كلها. كريم بنزيما وحتى لو هو مش موفق في بعض الاحيان لكن دور قيادي كبير جدا داخل الملعب كريم بنزيما طبعا، يعني ممكن ما يكونش موفق في بعض الاوقات في الدوري الاسباني لكن دور قيادي كبير جدا، وبيعرف من انصاف الفرص يخلص لقاءات كبيره جدا، يعني اسم كبير ونجم كبير يعني واحسن لعيب في العالم، ميزه مضافه للعبتنا بتاعتنا. وفي نفس الوقت انا بقى كبديل
يعني لونين مثلا في حراسه المرمى او رودريجو لو لعب في الناحيه الهجوميه بيبقى عايز يثبت ان انا احق واقدر اشيل الكلام ده، وهم لعيبه يعني وفرصه زي كده مش هتجيلهم كتير وفي كاس عالم. وخلي بالك هي كمان الموسم في يعني على المستوى المحلي لريال مدريد، ريال مدريد متاخر في الدوري الاسباني بشكل كبير جدا، اداؤه مش هو، واخر هزيمه اداء امام مايوركا واداء يعني مش هو المطلوب لريال مدريد. بس برضو كلها حاجات لو تتفقوا معايا مش يعني مش مؤشر لحاجه يعني. لا لا انا بكلمك في نقطه، انا هفكر ان انا الموسم بتاعي في الدوري الاسباني انا مش ماشي كويس في الدوري الاسباني، انا متعثر بشكل كبير جدا، انا عندي غيابات في عناصر اساسيه، في عناصر اساسيه في الكاس هلاعب برشلونه وممكن يكمل يا ما كملش، فممكن ما اطلعش فقدامي بطوله. التفصيله دي ممكن تفرق للدرجات دي يعني؟ ان هوندك مثلا كانت بتتكلم من شويه وامبارح كمان اتقالت الحكايه دي في اكتر من موضع كده في حلقتنا، فكره ان انت رايح وانت متصدر ترتيب جدول الدوري المحلي بتاعك، في المقابل غريمك في هذا اللقاء اللي هو ريال مدريد رايح متعثر في ترتيب الدوري الاسباني، انت السكواد بتاعك كامل، الى اي درجه التفصيله دي ممكن تفرق في حالتين؟ هي طبعا مع الاختلاف لكن يعني الفروقات طبعا بتتصدر للدوري المصري وتصدر للدوري الاسباني، بس انا بكلمك ان هناك هتبقى المحاسبه هتبقى صعبه قوي، اللي انت كريال مدريد تخرج خالي الوفاض من الموسم طبعا. ما تاخدش الدوري الاسباني مع برشلونه اللي هو بيعمل مرحله بناء جيل جديد. ايوه خلي بالك انت بتخسر يعني، ممكن تخسر دوري اسباني كريال مدريد مع برشلونه اللي هو بيعمل جيل جديد لسه، فانت بتخسر دوري اسباني، الفرق بيتسع كل اسبوع، الفرق بيتسع بين برشلونه وريال مدريد. الكاس زي ما قلت لحضرتك هم هيلعبوا بعض في قبل، فممكن وارد جدا ان الريال يخسر ويخرج. فالموسم هم عايزين يرضوا جماهيرهم من خلال بوابه كاس العالم، بطوله كاس العالم من خلال مباراتين انا اقدر احقق بطوله كاس العالم للانديه، بطوله للموسم، بطوله قويه جدا، بطوله طبعا. عالميه، بطوله ليها اسمها. فاعتقد هو برده النهارده ليه دوافعه زي ما النادي الاهلي بيسعى لانجاز جديد، بيسعى لدوافع جديده. لا هو بيسعى لكتاب التاريخ بقى يعني، نتمنى ان شاء الله دي هتبقى انجاز كبير هيحسب للجيل ده، هيحسب لكل جماهير النادي الاهلي برده اللي انا يعني شايف الفتره اللي فاتت اختلاف كبير وتغير كبير جدا على السوشيال ميديا، دعم كبير جدا للاعبين، حتى لو حصل تعثر بلاقي دعم، التواجد الجماهيري من الجماهير الاهلاويه في المغرب حاجه، والمغربيه نفسهم لا ما يعني انا بتكلم على جمهور الاهلي هو طبعا. التشجيع النهارده هيبقى لصالحنا مش لصالحهم خالص يعني، هم بجد بنسبه 1% ممكن تقول عاجبني كمان الدعم والمسانده طبعا طبعا من الجماهير المغربيه، بيبقى شكلها مفرح وشكلها، حتى من تصريحات فالفيردي ان هو متابع او شاف بعض اللقطات شايف في دعم جماهيري، وتصريحات انشيلوتي نفسه رغم ان ما في كتير مغاربه على فكره بيشجعوا ريال مدريد يعني بالمناسبه، وفي مصريين بيشجعوا ريال مدريد، فيعني هو نادي مش فكره نادي منافس اوروبي مثلا، لا هو نادي منافس وليه شعبيه كبيره في المغرب كمان تحديدا. فانا كمان ريال مدريد على فكره. انت برشلونه الله انت انا بتحول بين ريال مدريديه ولا ايه؟ لا النهارده لا طبعا لا ما هو النهارده ما فيش اي مصري طبعا ما فيش طبعا يعني سواء بيشجع ريال مدريد او بيشجع برشلونه يتمنى الفوز للنادي الاهلي اكيد. هو المفروض تعالى نتكلم وطنيا ومحليا، المفروض ان النهارده تكون دعوات كل المصريين طبعا بلا استثناء يعني مع النادي الاهلي بما ان هو اللي بيمثل كره القدم المصريه في هذا. انا عندي القصه بتاعت الانتماء للريال مدريد او مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي او الكلام ده كله، انت ممكن تعجب بلعب او تعجب باسلوب. لا انا ما اقصدش، انا ما اقصدش على الصعيد ده، انا بتكلم محليا. انت عندك ناس مثلا غير اهلاويه سمعنا بعض اصوات في الفتره الاخيره ان البطوله عاديه يعني مش بيلعبوا ناس اقوياء قوي يعني، دلوقتي لما يلعبوا ريال مدريد هنتفرج. لا فاهم قصدي، ده اللي انا اقصده يعني. شوف يعني انا بتابع طبعا القناه وبتابع اللي بيحصل، وشوف التعاون المشترك ما بين قناه ريال مدريد وقناه النادي الاهلي. كانت حاجه جميله بصراحه. انت بتبقى قاعد بعيد عن كون انتمائك او اي حاجه، انت هتقعد قاعد بتتفرج، بتبقى النادي الاهلي بيلعب ريال مدريد، اسم النادي الاهلي بيقترن، ما هم الاثنين. شوف النهارده الغلاف المجلات لما بيتحط النادي الاهلي جنب ريال مدريد ويقول لك لقاء العظماء او لقاء العمالقه او لقاء والمواقع الرسميه بتاعت ريال مدريد برضو اللي عليها فولورز بالملايين، كل دي حاجات حلوه كل بصراحه. كل ده مكاسب كبيره جدا للنادي الاهلي طبعا. يعني النادي الاهلي لا قدر الله النهارده في حاله الخساره هو مش هيخسر حاجه، هو بالعكس هو هيخسر بطوله لكن هيكسب مكاسب كبيره جدا. اكيد مجلس اداره النادي الاهلي هيحسها، لعيبه النادي الاهلي هتحسها، جمهور النادي الاهلي هيحسها كمان ان شاء الله باذن الله. فاعتقد لا يعني النادي الاهلي بطوله كبيره، بطوله ما حدش يقدر يقلل من بطوله كاس العالم للانديه، لان لو البطوله دي قليله ريال مدريد مش هيجي
وهيسيب يعني وهيفكر وهيركز وهيجي بكامل قوته زي ما بنقول عشان يحقق بطوله مهمه جدا. فاعتقد لا اي حد بيحاول يقلل من قيمه او اهميه بطوله كاس العالم للانديه هو محتاج يراجع نفسه يعني محتاج يوصل لها الاول. ما علينا ما علينا يعني مش هنخش النقطه دي. انتوا بتخلوني ننقش تستفزوني ليه؟ تستفزوني ليه يا جماعه؟ هو الكلام اللي بيجيب بعض واحده بقى. عايز اروح معاك لنقطه بقى بنتكلم عن فنيات شويه. اتفضل. ريال مدريد معروف ان هو عنده القدره والقوه في فكره ان هو يغير لك اسلوب اللعب، يبدا مثلا دفاعي يحول هجومي في لحظه، فدي برده قصه مش اي منافس يقدر ان هو يسيطر عليها على طول او يتداركها. بص هي كلمه السر طبعا وسط الملعب. ريال مدريد عنده وسط ملعب بعيد عن مباراه الاهلي او مباراه فالفيردي مثلا مع مودريتش مع كروس مع تشاوميني قدامه فينيسيوس جونيور لا انا بكلمك بقى نص مثلا على نص وسط ملعب قوي. صحيح. وسط ملعب محتاج شغل كبير جدا، محتاج مجهود بدني كبير جدا طبعاً. محتاج تركيز طول ال 90 دقيقه لان محتاج صلابه في وسط الملعب طبعاً. محتاج يعني النادي الاهلي برضو عنده وسط ملعب من على مستوى الانديه داخل القاره الافريقيه هو انا بشوفه من اقوى او يمكن هو اقوى خط وسط ملعب في القاره الافريقيه على مستوى الانديه داخل القاره الافريقيه سواء السوليه او ديانج او حمدي فتحي لما بيكونوا في مستواهم الفني وكمان اضافه كبيره بتاعه القندوسي. خلي بالك القندوسي من اللعيبه المميزه جدا وهيعمل اضافه كبيره جدا لوسط ملعب النادي الاهلي مع مروان عطيه اللي انا بشوفه برده ممكن يتم الدفع بيه على حسب سر اللقاء يعني ممكن لو انت متقدم النهارده او والنتيجه في صالحك يعني ده هيكون ماتش اول ماتش واول يعني دمج للاعب في ماتش بحجم ريال مدريد. بص يعني دي من الحاجات السيناريوهات القدريه الغريبه يعني هي مخاطره يعني ما هو انا بكلمك على مروان عطيه او خالد عبد الفتاح من اسبوعين ثلاثه بالظبط تالق في لقاء القمه لا يعني من اسبوعين ثلاثه انا كنت في مكان تاني بالظبط كنت في سموحه او الاتحاد بس اللعيبه اللي انت بتلعب معاهم او ضدهم مش غراب قوي عنك لكن انت جاي من جزائر انا اقصد ما انا بقول لك بص السيناريو الولد فجاه بيلاقي نفسه قدام ريال مدريد النهارده من اسبوعين هو ما كانش يحلم اللي هو يعني هو كان كل طموحه اللي هو يخش النادي الاهلي بعديها باسبوعين بيلاقي نفسه بيلعب ريال مدريد صحيح فده طموح مختلف. الولد لما شفناه في مباراه الاهلي هو او خالد مباراه الاهلي والزمالك لما شفناه هو وخالد عبد الفتاح عندهم شخصيه النادي الاهلي ودي مش ما بتلاقيهاش نادرا جدا لما تلاقيها ان اللعيب لما يجي هو يتطبع بطبع النادي الاهلي بشكل سريع فده حصل مع مروان وحصل مع خالد اتمنى لهم التوفيق النهارده. مروان لو لعب مروان عنده شخصيه بس وسط ملعب النادي الاهلي اعتقد النهارده هيبقى كلمه زر زي ما قلت لك مروان ممكن احداث سر اللقاء ممكن تحاول تامن بيه كمان مع السوليه مع حمدي فتحي وادواره الكبيره جدا اللي بيأديها الفتره اللي فاتت ديانج والقلب النابض لخط وسط النادي الاهلي يا سلام لما يكون فايق لسه يا يعني لسه بقول لك ديانج لما بيكون في حالته الفنيه والبدنيه وبيعمل فرق ملموس بيعمل فرق كبير جدا مع حمدي فتحي مع السوليه فوسط ملعب النادي الاهلي عنده مهمه كبيره جدا 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 مهمه صعبه بيلعب وسط ملعب توني كروس مع مودريتش مع تشاوميني لا يعني عناصر مميزه بص احنا بنتكلم في غيابات لكن انت بتتكلم مع ثلاثي بيقدر يتحكم في ريتم اللقاء بشكل كويس ده مودريتش لوحده مصيبه سودة مودريتش انت يعني هتلعب يعني وخلاص قصه اللي انت تلعب مان تو مان دي خلاص انتهت من الكوره فانت اللي انت تكون عندك احترام بشكل كبير جدا لريال مدريد النهارده في وسط ملعبك وتكون مأمن بشكل كويس تلعب على الكاونتر اتاك بشكل كويس عشان كده انا بفضل في الناحيه الهجوميه يكون بيرستاو يعني بيرستاو مع طاهر محمد طاهر يعني انا بشوف ان بيرستاو هو اللي يقدر يعمل لك ممكن سيطره ممكن يبقى عنده حلول يعني يقدر يعمل لك سيطره واستحواذ في الناحيه الهجوميه لان انت محتاج في اوقات كثيره النهارده ممكن تحتاج ان واحد يقف لك على الكوره في نص ملعب ريال مدريد لان ممكن يحصل ضغط وده متوقع جدا مش ممكن ده اكيد هيحصل ضغط هجومي من ريال مدريد فانت هتكون محتاج الكره اللي تطلع ما ترجعش تاني بسرعه محتاج حد يقف عليها عشان تقدر تطلع عليه بشكل بس كويس احنا عندنا مش مش مش, مش هنتكلم على الاهلي عموما في كره القدم المصريه لو هتقارن بين سرعه الارتداد من الدفاع للهجوم لا تقارن بالمدارس الكرويه الاوروبيه يعني دايما في اوروبا اسرع مننا بكتير هو هناك اللمسه بتبقى جول تقريبا او يعني الفرصه بتبقى هدف انا قلت لك في فروقات كبيره جدا بيننا وبين الكره الاوروبيه لكن لما بنقابلهم في المباريات اللي زي دي خلي بالك الروح والطموح والدوافع بتخلي برضو الفروقات مش كبيره
بتخلي معدلات الجري بتبقى اكتر لان انت عندك رغبه تظهر نفسك قدام الناس كلها وقدام العالم كله، فهتلاقي معدلات الجري يعني الحافز النفسي ممكن يوازن الفارق الفني او المهاري والروح. حصلت حصلت كتير والروح. انت احنا كاس العالم ما فيش شهرين اهو، شفنا الروح والعزيمه مع الاداء مع التركيز مع الالتزام. صحيح. وصلك لايه؟ وصل المغرب لايه؟ صحيح. المغرب وصل المغرب لحاجات ما كانش هو ده. المنتخب الارجنتيني والمنتخب السعودي في البدايه، هل المنتخب الارجنتيني ما عندوش السرعات اللي تقدر تخليه يعمل كاونتر اتاك او يقدر يعمل هجمته بسرعه عكس المنتخب السعودي؟ طبعا. فعنده، لكن بالعزيمه والاصرار والالتزام داخل الملعب قدر المنتخب السعودي اللي هو جاب المنتخب الارجنتيني، المنتخب المغربي قدر ينافس منتخبات اوروبيه كبيره جدا وقدر يخرجهم ويحرجهم بالالتزام التكتيك داخل الملعب بالروح العاليه بالقتال، كل ده يقدر. لكن يعني كل ده يعني محتاج توفيق ربنا طبعاً, طبعا في الاول وفي الاخر، لكن التزامك داخل الملعب الروح هتفرق بشكل كبير جدا، الاصرار الطموح النهارده عند لعيبه النادي الاهلي، فكل الامور مهيئه للعيبه النادي الاهلي اللي هتقدم مباراه كبيره جدا. الجمهور النهارده اعتقد هيكون راضي تماما لما يلاقي لعيبته بتادي اداء بطولي، اداء طبعا. قوي، اداء رجولي، بتقدم كوره جميله متعود عليها جمهور النادي الاهلي. اعمل اللي عليك، ما تبخلش باي جهد النهارده، هتلاقي جمهورك في ظهرك، جمهورك بيساندك، لكن طبعا الجمهور لو لقى اللعيبه النهارده في حاله خوف او هيحصل زعل شويه، لكن هيبقى مساند لان لسه البطوله ما خلصتش. لكن نتمنى النهارده النادي الاهلي يحقق مش المستحيل، يحقق المفاجاه ويوصل لنهايه البطوله ان شاء الله. ونتمنى ما نشوفش اي اخطاء يعني كانت شويه ظاهره في الفترات اللي فاتت، منها اللمسات الاخيره او الفينال بتاعنا، ما يبقاش في اهدار للفرص، لان زي ما بيتقال ده يعني ما فيش رفاهيه. ما فيش رفاهيه، هي مباراه النص فرصه. يعني يمكن مباراه اوكلاند على ما اعتقد محمد شريف في اول 10 دقائق او الدقيقه الخامسه بالظبط اعتقد علي معلول عمل له كره انفراد ومن لمسه واحده لا والهدف اللي بعديه كان من لمسه واحده. المباريات اللي زي دي ما ينفعش. ما فيش رفاهيه ده، لان انت بتلعبي مستوى مختلف تماما وكواليتي مختلف، هيستغلوا هم من انصاف الفرص، فانت لازم لما تلعبي معاهم او وتكوني يعني بتنافسيهم من انصاف الفرص لازم استغل، لان مش هتتكرر تاني. يعني ممكن فرصه زي دي هي اللي تخلص اللقاء وما تتكررش. ايه اكتر حاجه مطمناك واكتر حاجه مخوفاك من ماتش النهارده؟ لا، هي اكتر حاجه مطمناني ان النادي الاهلي هيحس النهارده اللي هو بيلعب في داخل استاد القاهره. يعني الدعم الجماهيري هو قفشه في التصريح بتاعه قال كده، قال احنا حاسين احنا اصلا في مصر، فيعني دي حاجه ايجابيه جدا، اجواء ايجابيه. ويمكن اللعيبه، انا اتمنى عوده الجماهير طبعا، ان اللعيبه ما عاشتش الاجواء دي قبل كده، ما عاشتش الزخم الجماهيري الكبير والحضور الجماهيري الكبير. لكن انا اعتقد النقطه الايجابيه النهارده واللي انا مطمناني شويه، الحضور الجماهيري اللي هيكون موجود وهيكون داعم للنادي الاهلي، عقليه كولر والشكل اللي بيعمله النادي الاهلي وبيحاول يعمل النادي الاهلي اسلوب مختلف، وده كان واضح عليه الفتره اللي فاتت. فكره ان في مشوار بلا هزيمه حتى هذه اللحظه برضو اكيد تتخذ، ما هو يعني نفس قصه موسيماني الموسم اللي فات وتعطلت عند بايرن ميونخ، فاتمنى ان هي ما تتعطلش. مش عايزين ناخدها يعني ان شاء الله، يبقى الراجل ده قرفته حلوه ان شاء الله باذن الله وما تتعطلش. لكن اللي قلقني النهارده الاخطاء اللي ممكن نقع فيها كلاعيبه نادي الاهلي من الرهبه من الخوف. اول ربع ساعه او نص ساعه اتمنى اللي هي تعدي على خير ان شاء الله باذن الله، يكون في هدوء، يكون في ثقه في الاداء، يكون في ثقه كبيره واستحواذ لعيبه النادي الاهلي على اللقاء. فان شاء الله باذن الله كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله. نروح المغرب وزميلنا العزيز جدا كريم احمد، وطبعا لازم يعني لحظه بلحظه بننقل لحضراتكم كواليس بعثه الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه، ونعرف ايه الجديد والمستجدات والاستعدادات وكل حاجه من زميلنا العزيز كريم احمد. كريم بونجور، صباح الخير في البدايه. صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزه نهاوند، وكل التحيه للزميل العزيز كريم، والشكر والتحيه موصوله ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. كريم، يعني خلاص ساعات قليله جدا بتفصلنا، انا مش عارفه ابص لك هنا عشان رقبتي معلش. يعني ساعات قليله جدا بتفصلنا عن اللقاء التاريخي باذن الله، نتمنى ان النادي الاهلي يكتب التاريخ ويكتب تاريخ للمره الاولى زي ما اتقال بشكل جديد، نتمنى ذلك. ملايين بيدعموا النادي الاهلي، انا مش هسالك عن الدعم والروح الايجابيه لان احنا واصل لنا هنا حتى يعني في مصر، وصلنا لغايه مصر الروح الجميله والايجابيه اللي موجوده باذن الله خير. لكن طمنا الاستعدادات النفسيه، الاستعدادات الفنيه، هل في اي حاجه جديده مستجدات تحب ان انت كمان تطلعنا عليها؟ خلينا كاننا بالظبط قاعدين معاكم هناك في المغرب، طمنا وطمن كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي يا كريم، اتفضل.
يعني في البداية طبعا دعوات كل جمهور النادي الأهلي ودعواتكم طبعا إن شاء الله بمشيئة الله يكون يوم نصر عزيز على النادي الأهلي ويكون كل لعبتنا الحقيقة في يوم النهاردة، لأن المجهود الكبير جدا اللي بذل والتركيز والأمور الفنية المميزة جدا الحقيقة من مستر كولر، يا رب إن شاء الله تكون كلها مردود إيجابي جدا في مباراة قمة، طبعا قمة عالمية كبيرة جدا، العالم كله بينتظر أن يشاهد هذه المباراة، بطل القرن الأفريقي وبطل القرن الأوروبي، فيمكن مباراة تكون مهمة جدا لكلا الفريقين، لكن تحديدا لفريق النادي الأهلي الثقة الكبيرة الحقيقة اللي احنا بنأكد عليها في كل مرة، والثبات والعقلية والوعي الكبير والخبرات الأكبر الحقيقة في صفوف فريق النادي الأهلي، مديانا ثقة ومديانا أمل بمشيئة الله إن شاء الله أن احنا بالجدية والشخصية والروح إن شاء الله بإذن الله نقدر أن احنا نصنع المستحيل. المستحيل ليس أهلاوي ودي مشكلة مش شعار، لا دي حقيقة. النادي الأهلي الحقيقة يعني شفنا محافل دولية كبيرة جدا وتألقه الكبير جدا وتحديدا في كأس العالم للأندية، كرة القدم فيها ثوابت لكن متغيراتها كثيرة جدا، فإن شاء الله بإذن الله التكتيك المهم جدا اللي كان في تدريب الأمس الحقيقة والتشكيل اللي تم اختياره من مستر كولر وتوزيع المباراة وسيناريو المباراة نكون في معادنا ونكون في يومنا، وتكون المؤازرة الجماهيرية الكبيرة المنتظرة الحقيقة من شقائنا المغاربة تكون على أعلى مستوى كالعادة. التذاكر نفذت بالكامل وأكدنا على هذا الأمر من 48 ساعة، لكن يعني الحقيقة كل تنقلاتنا وكل تحركاتنا للدعم الكبير اللي بنقابله من الجمهور المغربي بيدينا طمأنينة بمشيئة لا ان هيكون في جمهور كبير جدا، لان الجمهور هو سر كره القدم. جمهور النادي الاهلي بالتاكيد هيكون متواجد، لكن الكثافه الكبيره تشوف 60,000 مشجع بيهتفوا باسم النادي الاهلي، ده امر مهم جدا بنعمله مشيئه الله. الروح المعنويه الحقيقه مرتفعه جدا، التركيز اكبر، مستر كولر مركز الحقيقه على رفع الضغوطات بشكل كبير، الثنائيات المحاضرات الثنائيه والفرديه بيحاول ان هو يكثف من هذا الامر، لكن نقدر نقول بقى في هذه اللحظات كل الامور انتهت الفنيه والتحضيريه، خلاص الامور بالنسبه للنادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي انتهت تماما، بيتبقى لنا بمشيئة الله شخصية كل لاعب، فكره ووعيه دخوله في المباراة حمل كبير جدا على أكتافنا وعلى أكتاف لاعبي النادي الأهلي وهو جمهور النادي الأهلي، فبمشيئة الله النهاردة يكون يوم سعيد، يكون يوم فرحة مش بعيد على النادي الأهلي، كل الأمور واردة 90 دقيقة فيها كل شيء، لكن بالجدية المعروفة عن كل لاعبينا بمشيئة الله النهاردة إن شاء الله يكون يوم مهم جدا للنادي الاهلي. طبعا يعني مش هنقول ان سقف الطموحات لابد يكون عالي طبعا عند الجمهور، لكن لابد يكون في وعي كبير جدا ان احنا باللاعب فريق ريال مدريد من اعظم الفرق في العالم مش هتقدر تجاريه في المباراه بشكل كبير، فلابد يكون عندك تاني، غلق المساحات مهم جدا، قرب الخطوط مهم جدا، دكه البدلاء لابد يكون نفس المستوى وعلى قدر المسؤوليه والكل على قلب رجل التاني، يمكن ده مهم جدا عشان هي مباراه تابلو كبير جدا، استمتع بكره القدم وده اللي بيقوله الحقيقه مستر كولر لكل لاعبي النادي الاهلي، فمشيئة الله النهارده يكون يوم نصر عزيز على فريق النادي الاهلي. اليوم النهارده زميلتي الهواند زميلي كريم بادئ النهارده بفطار صباحي للاعيبه النادي الاهلي، وجبه غداء هتكون في الرابعه عصرا بتوقيت المغرب، محاضره فنيه اخيره هنا في فندق الاقامه الساعه 5:30 على ان يتحرك بعثه النادي الاهلي بالكامل الى طبعا استاد مولاي عبد الله ليستقبل مباراه اليوم في 6:00 مساء، التحرك 8:00 مساء موعد المباراه بتوقيت المغرب. من اهم الاشياء الحقيقه طبعا وصول القندوسي طبعا هنا الى فندق الاقامه، يمكن دي امر مهم جدا لان الروح المهمه اللي انت تكون كل اللعيبه وكل الوافدين الجدد متواجدين ده امر مهم جدا. القندوسي وصل الحقيقه في 2:00 مساء طبعا امس، انضم لبعثه فريق النادي الاهلي، شوف الروح ويشوف المعنويات ويشارك مع فريق النادي الاهلي، امور مهمه جدا. على راسهم ايضا كمان الحقيقه الكابتن محمود الخطيب اللي منتظرينه في اللفتات المهمه واللقطات المهمه اللي يمكن كل لاعبي النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي منتظرها، وجوده عند حافله فريق النادي الاهلي، تحيته للعيبه، تحفيزهم، بيجتمع بيهم اكيد قبل انطلاق المباراه وقبل التحرك هنا من فندق الإقامة، يا رب إن شاء الله بإذن الله المردود يكون مهم جدا وبمشيئة الله الطقس يكون طيب، لأن احنا بنأكد على هذا الأمر في برودة شوية لكن مفيش أمطار مفيش رياح، فإن شاء الله بإذن الله كل الظروف وكل المناخ تصب في مصلحة النادي الأهلي، ومش بعيد على كل رجالة النادي الأهلي اللي احنا النهاردة نسمع مجد جديد يكتب في تاريخ كل لاعبي النادي الأهلي. طب أنا عايز أسألك برضو على نقطة للناس كتيرة كانت بتسأل على السوشيال ميديا على تويتر تحديدا، قال لك هو هيكون في جوائز أو هيكون في حوافز مادية مثلا، يعني عندك برضو معلومة لده خلينا نعرف، أو معلومة خاصة بالشأن ده خلينا نعرف منك. يعني بالنسبة للنادي الأهلي، النادي الأهلي ماشي على اللوائح، يعني ما فيش أي حاجة بتكون خارج الصندوق، لكن طبعا مباراة اليوم مباراة ريال مدريد لابد يكون في تحفيز مهم جدا، وده الواضح الحقيقة وده المعتاد من مجلس إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي بيمشي على اللوائح المعتادة في كأس العالم، لكن النهاردة الحقيقة أملنا كبير جدا في لعبتنا، في حالة الفوز بالتأكيد هيكون في دعم معنوي ودعم مادي لكل لعبة النادي الأهلي على كل المجهود الكبير اللي بيبذل، فيا رب إن شاء الله بإذن الله يوفق لعبتنا، يوفق مستر كولر قيادته الفنية الرائعة من خارج الخطوط، يا رب كل المناخ وكل الظروف يكون معنا. نهاوند يا رب. طيب كريم، عندي نقطة أخيرة حابة برضو
اتطرق ليها معاك. فكره هنا فوز الهلال برضو بالامس، هل ده كان ليه تاثير الى حد ما برضو ايجابي على اللعيبه؟ وهل تحدث مارسيل كولر مع اللعيبه وكان الى حد ما هذا الفوز دافع كويس كمان للنادي الاهلي؟ بالتاكيد نقطه مهمه جدا، لان يعني ما حدش كان يتوقع الحقيقه كره القدم زي ما بنقول فيها كل شيء، لكن ان الهلال يوصل الحقيقه بهذا الامر وبهذا السيناريو هي رساله، من الواضح ان هي رساله، ويا رب يكون نهائي عربي، ده اللي بنامله بمشيئه الله. لان يمكن احنا زي ما قلنا من البدايه نادي الاهلي جاي من بعيد جدا في هذه البطوله، مشاركته مباراه البطوله تقام في المغرب، النادي الاهلي ادي اداء اكثر من رائع في المباراتين طبعا الماضيتين، فهي يمكن شايفينها رساله من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون بيكافئ لاعبتنا، لان نادي الاهلي الحقيقه في البطوله الماضيه في البطوله الافريقيه تعرض لامور عديده جدا، فيا رب تكون مكافأة إلهية من ربنا سبحانه وتعالى يقدر النادي الأهلي. وبنتمنى يا رب إن شاء الله يكون نهائي عربي خالص لأول مرة في تاريخ هذه البطولة، وبمشيئة الله هذه البطولة تكون من نصيب النادي الأهلي بالشخصية النادي الأهلي وبروح الفنانة الحمراء وبكيان النادي الأهلي الكبير. رائع جدا جدا، تغطيتنا أكيد مستمرة مع زميلنا العزيز جدا كريم أحمد وكواليس بعثة الأهلي في مونديال أو كأس العالم للأندية إن شاء الله على قناة الأهلي بعد كمان انتهاء البرنامج. شكرا ليك جدا جدا يا كريم، وبالتوفيق إن شاء الله. جميل الكلام، كله مطمئن اللي قاله لنا زميلنا كريم أحمد وكل التفاصيل اللي هو ذكرها فعلا ان شاء الله المتوقع والمفترض ان يكون ليها انعكاس طيب على اداء اللعيبه النهارده، ولا سيما ان من حسن الحظ فعلا ان البطوله دي مقامه في دوله المغرب الشقيقه عشان نبقى ضامنين التشجيع. والمنافس هيبقى يعني لو صعدت عربي فيعني لا بص في تاريخ جديد بيتكتب كل بجد. كل المؤشرات يعني ان شاء الله باذن الله بتدل ان النهارده هيكون في رجاله النادي الاهلي عندها مردود قوي جدا، عندها اداء مختلف بشكل كبير جدا، فاتمنى يكون التوفيق حليفهم، لان كل العوامل اللي حواليهم كل الناس اشتغلت بتهيئ لهم الاجواء بشكل كويس. بالنسبه للسؤال المكافات، اعتقد ان النادي الاهلي مش يعني بعد اللقاء ان شاء الله باذن الله اللي حصل والنادي الاهلي تخطى ريال مدريد، اعتقد لازم هيكون في طبعا دور وفقا للوائح ووفقا كمان لا يعني وهيكون في حاجات بعيده عن اعلى من كده. انا اتوقع في مكافات مجزيه بشكل كبير جدا، لكن الصعود والوصول لنهائي كاس العالم والفوز على ريال مدريد دي اكتر يعني ده موضوع تاني بقى، دي جايزه كبيره جدا جدا جدا. اه طبعا المقابل المادي مطلوب، لكن اللي انا اتغلب على ريال مدريد واللي انا اوصل لنهائي كاس العالم للانديه ويكون ليا فرصه ان انا اخد كاس العالم للانديه، لا اعتقد دي بطوله ومقابل ومكافاه كبيره جدا جدا. بعيدا عن المكافئات وعناصر التحفيز على اهميتها بطبيعه الحال، لكن لما تكون انت لعيب والاقدار خلتك تلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي وتواجه نادي كبير زي ريال مدريد، فكره ان انت عارف كويس قوي ان حجم المتابعه للقاء ده على مستوى العالم بالمعنى الحرفي من غير مبالغه هتكون في اعلى حالتها، دي ممكن تخلي اللعيب المهاري اللي هو عنده ميول او جنوح للعب الفردي في الدوري المحلي مثلا، اوكي، هل دي ممكن تخلي يعني تخلق جواه حافز ان هو يبين الحتتين بتوعه من منطلق ان العالم كله بيتفرج ودي فرصه مش بتتكرر كل يوم؟ ما هو لعيب الكره هيبان برضه، يعني النهارده احنا عندنا في الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي هنتكلم عن واحد زي احمد عبد القادر مثلا وهو لاعب مهاري كمان ينطبق عليه اللي انا بقوله، بيلعب على كف خال النهارده مثلا لو هو يعني كان ليه التواجد في بدايه اللقاء. احمد من اللعيبه المهاريه جدا طبعا، واللعيبه اللي عندها يعني لمسات حلوه ولمسات واللمسه بتاعته جماليه بشكل كبير، عنده الحته بتاعت لعب الكره الشرابي اللعب الخماسي والشراب اللي احنا اتعودنا عليه وتربينا عليه. فاحمد لازم يسخر الكلام ده للفرقه، لازم يسخر الكلام ده للاهلي، عمله في لقاء اوكلاند بشكل كويس، ادى اداء كويس في اوكلاند. فاعتقد النهارده مباراه هي فرصه للكل، فرصه للجميع، لكن من خلال المجموعه مش الاداء الفرد، مش بشكل يعني خلي بالك هي يعني الفاترينا لازم تكون عامه. هديك مثال مختلف طبعا بس محلي، احنا زمان على جيلنا ما كانش في قنوات كتيره بتغطي الدوري، فكانت مباراه نادرا اللي انت تتذاع لك مباراه غير مباراه الاهلي والزمالك، فانت لما بتلعب قدام النادي الاهلي بيبقى بالنسبه لك هي نفس الفكره طبعا، هي نفس الفكره طبعا، فانت بتكون بالنسبه لك بتبقى مهيئ نفسك بشكل كويس جدا، مركز، عندك الحوافز، عندك الدوافع عشان تأدي الاداء اللي الناس كلها هتتفرج عليك، لان انت بعد ما كان بيتفرج عليك عدد محدود في تلعب النادي الاهلي فبيتفرج عليك ملايين، عدد كبير جدا وملايين كبيره جدا، فبتحاول تطلع كل اللي عندك. فنفس الكلام النهارده، لكن زي ما قلت لك من خلال المجموعه، لان الشغل الفردي النهارده مطلوب في فترات في مواقف اللعب، لكن برضو لازم اخدم بيه مجموعتي اكتر. فدي هي دي النقطه اللي لازم اسخر اداء الفردي من خلال المجموعه زي بيرستاو، وكانت الحلول الفرديه ساعات وياما انقذت مواقف مطلوبه. ما انا بقول لك بيرستاو مثلا شفنا مباراه اوكلاند والهدف والتعاون المهاري جدا بينه وبين كهربا،
ما في لمسه جماليه طبعا. وفي في تعاون في تحرك لكن سخروه من خلال مجموعه مش خلال اداء فرد. رائع جدا. بص هي الفقره فاضل لها يعني وقت قليل تقريبا 5 دقائق يعني، فعايزين نستغل برضو وجودك معانا في فكره هنا السيناريوهات بقى، نروح للسيناريوهات الحلوه والوحشه يعني، خلينا برضو ايه نوازن ما بين الاثنين. نروح للسيناريو في حال ان احنا ما فزناش على ريال مدريد، وبالتالي مش هنصعد ننافس على الاول والثاني، وهننافس على الثالث والرابع كالعاده يعني، اللي احنا نتمنى ان هي تتغير ان شاء الله هذا العام. فبرضو بتشوف هتبقى المباراه ازاي؟ لا ما بطولة برضو بالنسبة لي مع يعني ما طبعا المعنويات هتبقى أقل شوية، هيبقى في بعض الأمور اللي أنا يعني ما تقدرش تقول إن هي أنا هدخل بقى نافس بنفس الروح المعنوية العالية برضو عشان أكيد برضو هيأثر. أكيد الهزيمة وحشة، النادي الأهلي كنادي أهلي مش متعود على الخسارة أو الهزيمة، بالنسبة له هي حاجة كبيرة جدا، لكن برضو انت لو لا قدر الله حصلت خسارة بتخسري من اسم كبير وقامة كبيرة في كرة القدم العالمية وهو ريال مدريد، لكن لازم اكيد اللعيبه وكابتن خطيب اكيد اللي ليه دور كبير جدا، ما حدش يقدر في الدعم صحيح، فهيقدر يطلع اللعيبه من الحاله دي عشان ياخد البرونزيه لان دي برضو هلاعب خصم. ما احنا بنكتب تاريخ برضو على فكره لو خدنا برونزيه. ايوه ماشي مره كمان يعني، ده برضو هيبقى كتاب التاريخ. بزود اديني نادي تاني عملها، بزود من المقابل المادي اللي انا هاخده يعني لما احصل على المركز الثالث غير لما احصل على المركز الرابع، في مقابل طبعًا مادي طبعًا دخل طبعًا مادي داخلي ان شاء الله. فكلها مكاسب كبيره جدا، البطوله كلها مكاسب، ما فيهاش خساره كبيره للنادي الاهلي. لكن النهارده نعدي بس النهارده، سواء ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي او لو التوفيق ما حليفش، انا قلت لك اعمل اللي عليك، طلع كل اللي جواك، اجتهد، اتعب، خليك ملتزم تكتيكيا، لان انا شايف الراجل هيلعب اعتقد 4-5-1 من بدايه اللقاء، ان بيرستاو هيكون مهاجم صريح، طاهر هينزل وسط يعني الملعب. مش هيغير كتير مع اخر ماتش مع سياتل بنسبه كبيره يمكن. انا بشوف ان طاهر وجوده مهم جدا تكتيكيا داخل الملعب. وانت فريق زي ريال مدريد ينفع معاه مهاجم صريح واحد؟ ما هو مهاجم، لان بص دي سيناريوهات بقى، لان انت هتبدا عندك زي ما خط النص بتاعهم تقيل، ما عندهم خط دفاع تقيل، بس وربنا يعلم مين اللي هيبقى واقف في حراسة المرمى كمان يعني. لونين ماشي، بس انت برضو بيرستاو عنده تحركات في خلف خط الضهر. خلي بالك بيرستاو دي مش اول مواجهه ليه مع ريال مدريد يعني، هو واجه ريال مدريد قبل كده مع برايتون اعتقد، وعنده يعني الراجل برضو كان عنده خبرات كبيره جدا ولاعيب محترف. بس ماتش برايتون مع ريال خلص 16-1 ريال مدريد. لا بس هو مش مواجهه، انا اقصد اداؤه جيد. اداؤه في الناحيه الهجوميه مميز جدا، عنصر مميز هيقدر يصنع الفارق في الناحيه الهجوميه لو في حالته الفنيه النهارده وفي تركيزه. اعتقد بيرستاو هيبقى يعني ليه جزء فني كبير جدا النهارده، وليه دور كبير جدا في شكل واداء النادي الاهلي الهجومي. لو بيرستاو النهارده فايق مع طاهر مع الشحات او عبد القادر لو لعبوا من بدايه اللقاء، هيبقى ليه دور مهم جدا. لكن اعتقد النهارده ادوار حمدي فتحي اللي شفناها الفتره الاخيره في الناحيه الهجوميه والزياده التكمله ممكن ما تبقاش بشكل كبير جدا النهارده، هيبقى فيها تحفظ بعض الشيء، لان انت بتلعب ريال مدريد والوضع مختلف، فممكن ما تكونش التكمله او الزياده اللي هيعملها هتكون بشكل كبير زي المباريات اللي فاتت. طيب السيناريو الثاني وسريعا بس، ان شاء الله لو فزنا وكان النهائي الهلال والاهلي، نشوف شكل المباراه دي ازاي. مباراه تبقى قويه جدا، هتبقى مباراه طبعا بطابع عربي، مباراه تاريخيه، هتبقى في بيتها بقى اللي فوز. مباراه كمان يعني مش عايزين ندخلها، لكن الهلال ليه ذكرى سيئه مع النادي الاهلي والهزيمه بربعيه الموسم في المونديال السابق، فاعتقد هتبقى تخيل تبقى مباراه اصعب من ريال مدريد. هتبقى صعبه والله وارده، خلينا نعدي ريال مدريد الاول ونحسها ربنا. بس فعلا هي بتتكلم في نقطه طبعا في السيناريوهات، لكن هتبقى صعبه جدا برضه. لكن طبعا نتمنى للنادي الاهلي يوصل ايا كان مين المنافس، فان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره النهارده باذن الله يا رب ان شاء الله. احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده كابتن ايهاب، جزيل الشكر، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات ثانيه جايه ان شاء الله باذن الله. شكرا لك كابتن ايهاب، نورتنا كالعاده طبعاً. ولو التوقعات بتاعتي يعني صادفت كالعاده تبعت لي بقى تقول لي برافو يا نهاوند. كابتن ايهاب كل مره والله يبعت لي لما بتصدق. توقعت اخر مره كانت مباراه الاهلي والزمالك تقريبا الاهلي طيب احنا هنروح فاصل ونرجع بقى نستقبل ثاني ضيوفنا في ثاني فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده، خليكم معانا.
من الفقرات اللي بتكون مميزة ومختلفة وناس كتيرة بتطلبها، وإحنا شخصياً وإحنا كمان يعني بنقدمها لحضراتكم بنستمتع وإحنا بنستمع، فكرة النوستالجيا ونوستالجيا الرياضة اللي بتبقى مليانة بحكايات عن الأهلي وبطولاته، خصوصاً أنت بتتكلم هنا النوستالجيا الخاصة بكأس العالم للأندية طبعاً اللي الأهلي بيشارك فيها. خلينا بقى نسمع ونستمتع ونعرف الكواليس ونروح للمنشطات اللي عمرنا ما شفناها، كل ده مع ضيفنا الأستاذ محمد مصطفى مدير الوحدة الوثائقية بقناة الأهلي. يا صباح الهنا. صباح الفل. منور الدنيا كلها يا فندم، اهلا بحضرتك. وطبعا عايزين نتكلم معاك عن تفاصيل كتير تخص بصفه خاصه اكيد مشاركات الاهلي في تاريخ المونديال وابرز نجوم وابرز هدافيه، بس استاذنك تعالى نتكلم عن البطوله ذات نفسها من اول ظهورها من اول بدايتها ومراحل التطور اللي هي عدت بيها. طيب جميل. هو بدايه كاس العالم للانديه كفكره كانت فكرة قديمة، يمكن بدأت فعليا سنة 2000 لكن هي سبقت ده بكتير قوي. كان قبل كده بدأت في أوروبا وأمريكا اللاتينية كاس ما كاس الانتر كونتيننتال، كان دايما بتتلعب في طوكيو، كانت بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية. البطولة دي لسه موجودة لغاية دلوقتي؟ لا خلاص ما بقتش تتلعب. الاتحاد الافريقي والاتحاد الاسيوي تقريبا سنه 87 بداوا يعملوا كاس الافرو اسيوي زي الانتر كونتيننتال بالظبط، ولعب فيها الاهلي والزمالك، فاز بيها الزمالك اعتقد مرتين والاهلي فاز بيها مره سنه 89. لكن في الوقت نفسه كانت في بدايه التسعينات بدات فكره عمل بطوله كاس العالم للانديه، بدات سنه 2000 بمشاركة 12 نادي، بمشاركة 8 أندية. كان من الأندية العربية اللي شاركت في الوقت ده الرجاء البيضاوي المغربي والنصر السعودي. اوكي. لظروف الرعاية وكده اتلغت البطولة اللي بعدها وبدأت بشكل جديد في 2005. في 2005 اتعملت شبيهة بكأس القارات. اللي هي كانت بتتلعب دايما قبل كل كأس عالم، السنة السابقة لكأس العالم كانت بتتلعب كأس القارات. وكان بتتلعب في اليابان، بدأت في اليابان. في البطولة ديت ما كانش فيه في الأول بطل حاجة اسمها الدولة المضيفة، يعني بمعنى عمار. لا، كانت اليابان بتنظمها لأبطال القارات الستة، وهي كان كأندية يابانية ما كانتش موجودة، ما كانتش موجودة أو نادي صاحب الأرض ما كانش موجود في الوقت ده، ما يشاركش بفريق، ما كانش فيه الكلام ده لسه، يعني حتى في الوقت ده يعني مجرد دوره مجرد استضافه للحدث. استضافه للحدث. أوكي. وده كان في 2005 و2006. يعني افتكر ان الاهلي في 2006 كان اوكلاند في الاوقيانوس، وكانت وقتها لسه استراليا في الوقت ده كانت استراليا بتلعب في كاس الملك الاوقيانوس. اوكي. هي بعد كده استراليا طلبت لرفع مستوى الكره الاستراليه انها تبقى كل بطولاتها كل مشاركات الانديه والمنتخبات تبع الاتحاد الاسيوي. ده بعد كده. لكن في الوقت ده كانت احنا حتى اول موسم لعبنا مع فريق اعتقد اسمه ادلايد او اف سي سيدني حاجه زي كده في اول بطوله. وتاني سنه لعبنا مع اوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا. وكان موجود طبعا كلوب امريكا من المكسيك وانترناشونال من البرازيل. وكان برشلونه الاسباني. فكانت ابطال قارات بس. الاتحاد الدولي فكر انه لازم كناحيه جماهيريه يبقى فيه كمان فريق من الدوله اللي بتستضيف البطوله. على اساس انه يلعب مع اضعف فريق في البطوله اللي هو غالبا قاره اوقيانوس بعد انفصال استراليا عن اوقيانوس واتنقلت فعلا بوافقه الاتحاد الاسيوي وبقت تلعب كل ماتشاتها وبطولاتها حتى في تصفيات كاس العالم مع الانديه مع المنتخبات والانديه الاسيويه. ومن هنا ظهرت فكره النادي المستضيف او البلد المضيفه يبقى ليها نادي. واتحطت القاعده ساعتها ان لو البلد اللي بتستضيف البطوله كان بطل القاره منها يلعب هنا في الوقت ده تاني القاره. يعني ايه؟ يعني مثلا في مره من المرات كان نادي جومبوك هيونداي الكوري كان بطل كان تاني البطوله. اوكي. المستضيفه اليابان منها البطل. ولسه النادي ده موجود؟ موجود. يعني بطل يعني النادي الياباني نفسه الدوله المضيفه اللي هي اليابان كان بطل اسيا منها.
فخلاص ناخد التاني بقى. أوكي. ده الوضع اللي حصل مع الأهلي المرة دي. إن الدولة المستضيفة المغرب. أيوه. يعني مرة من المرات كان مازيمبي بطل في 2013 أعتقد 2013 كان مازيمبي كان مازيمبي البطل. حصل إنه الرجاء البيضاوي المغربي شارك بصفته النادي من الدولة المضيفة بطل الدوري في الدولة المستضيفة للبطولة، والمفاجأة ساعتها إن الرجاء وصل النهائي. الأمر ده تكرر 3 مرات على فكرة، إن فريق من الدولة المستضيفة مش بطل قاري يصل للمباراة النهائية. ده حصل مع كاشيما إنتلرز اللي هو الياباني، وحصل مع العين الإماراتي، وحصل مع الرجاء المغربي. انما لاول مره مثلا يعني يعتبر، عشان كده يعتبر الهلال السعودي ثالث فريق عربي يوصل للمباراه النهائيه بعد ماتش امبارح. من الحاجات برضو اللي في البطوله دي انه انديه بعيدا عن النسخه الاولى، لان النسخه الاولى كانت عدد كبير من كان فيها مانشستر يونايتد وكان فيها ريال مدريد وكان فيها ناديين من البرازيل. نسخه قويه دي. نعم نسخه قويه. نسخه قويه طبعا. وتلعب النسخه دي الوحيده اللي اتلعبت في البرازيل. اوكي. من 2005 بالنظام الجديد أندية أوروبا مفيش نادي منها خرج من الدور قبل النهائي، كلهم وصلوا النهائي. في المقابل أندية أمريكا الجنوبية اللي حصل امبارح ده سادس مرة فريق من أمريكا الجنوبية ما يوصلش النهائي. يعني زي ما قلنا قبل كده الرجاء البيضاوي خرج فريق، العين خرج فريق، المازيمبي خرج فريق في 2010 وقلنا وامبارح الهلال، وكان كاشيما انتلرز الياباني، وقبل كده برضو فريق مكسيك اسمه تيجريس اونال ده برضو خرج فريق من امريكا الجنوبيه. فباذن الله لو حصل بكره النهارده ان شاء الله الاهلي استطاع يخرج الريال يفوز على الريال، هتكون اول مره فريق اوروبي يخرج من السيمي فاينال. اول مره في التاريخ، في تاريخ البطوله من ساعه من بدايتها بالشكل الجديد من 2005. هي دي نقطه اعتقد باذن الله، يعني باذن الله نقدر نعمل. انا زي ما الناس بتعتبر فوز الهلال كان مفاجاه، كره فيها كل حاجه، وممكن جدا ان احنا ان شاء الله بالاراده والتصميم والعزيمه والاصرار وحاجات كثيره جدا وروح الفريق نقدر ان احنا نوصل نهائيا. طب انا عندي سؤال في الشق اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بقى، احنا هنا دلوقتي بنتكلم في نسخه جديده وشاركنا قبل كده في اكتر من نسخه، لو احنا هنرجع بالنوستالجيا للنسخ الماضيه وتعالى نقارن الوضع دلوقتي واللحظه اللي احنا فيها بما سبق، إيه الكفه دلوقتي افضل ولا لا، والظروف افضل ولا لا؟ لا هو بص، هو كل اجيال لعيبه كل جيل له ظروفه. يعني مثلا الجيل الذهبي بتاع الاول الالفيه بتاع بركات وفلافيو وبكريكا وعماد متعب وائل جمعه وعصام الذهبي فعلا، جيل الذهبي دوت خد ذهبيه واحده، وفي المقابل خد رابع مره وخرج من الدور الاول من اول ماتش في مره. تقصد خد برونزيه؟ تقصد اسف خد برونزيه مره بس فال حلو وفال حلو فال حلو فانت هنا لو انت بتقارن اجيال، لا الجيل الثاني كان مثلا واخد دوري وكاس وافريقيا وسوبر مصري وسوبر افريقي، كان بياخد بالخمس بطولات في الموسم، ورغم ذلك الانجاز كان على مستوى كاس العالم للانديه كان اقل من دلوقتي. يعني انت النهارده لو ربنا كرمنا بميداليه هتبقى ثالث مره على التوالي كل مع اختلاف الالوان. يعني معنى ايه؟ ان النادي الوحيد اللي عملها ريال مدريد خد 3 ذهب. الاهلي لو خد ميداليه هو خد 2 برونز ورا بعض، ودي فهتبقى برضه نفس دي مسألة للتاريخ. ما هو بالظبط. يعني حتى الهلال اللي وصل ما خدش ميداليات قبل كده. ايوه. ما خدش ميداليات في البطولة. الحاجة الثانية دلوقتي بيتكلم يا ذهب يا فضة. دلوقتي يا ذهب يا فضة. وهو لو خد ميدالية هيبقى برضه بالنسبة للعرب رابع فريق يعملها، يعني ثالث فريق يعملها بعد العين الإماراتي والرجاء البيضاوي. وقبل كده مازيمبي خد فضه برضه في افريقيا. مش السد القطري كمان كان ليه ولا ما كانش حصل على ميداليه؟ يعني المهم لا مش يذكر. المهم مش متذكر السد. لا السد لا ما خدش ميداليه لا. فهي كمان في حاجه تاريخ البطوله ده بالنسبه للاهلي، ان الاهلي 8 مرات في افريقيا، ده اكبر نادي في القاره وصل لعب في البطوله. في حاجة خفية خاصة بالمشاركة نفسها، مجرد مشاركة الأهلي السنة دي
خد رقم إضافي في التصنيف القاري لأفريقيا. لائحة التصنيف الأندية في أفريقيا بتقول اللي يكسب ماتش بياخد بونتين. أنت دخلت في البطولة خدت 4 بونت. فأنت كمان حتى على المستوى القرن 21 الأهلي فرق كتير جدا عن باقي الأندية الأفريقية، وده قابل للزيادة بإذن الله يعني. فده كمجمل عام. لكن أنت لما تيجي بقى تدور في حاجات تاريخية خاصة أو أرقام خاصة بالأهلي في البطولة دي تحديدا كمان اتعمل التانية. يعني احنا طبعا الناس العالم كله اتكلم عن حسين الشحات انضم لقائمة كريستيانو ورونالدو وكريستيانو رونالدو وميسي و واعتقد جاريس بيل. لا ثانية واحدة عشان ما نغلطش تاني بقى معلومات غالبا كده غالبا عشان ما نغلطش. ايوه صح وجاريس بيل صح تمام. ودول احرزوا في دول يعني من الاخر بقى. ارجعوا لنا يا جماعه بعد اذنكم، ارجعوا لنا للاستوديو. هي في قائمه من 22 لاعب سجلوا في نسختين مختلفتين. من 22 لاعب منهم 2 من الاهلي. مش حسين الشحات بس، هو بوتريك بيرسي. لا انا بتكلم على نسختين مختلفتين. اوكي. انا عندي 22 لاعب. انا بتكلم على الجيل الحالي. ايوه 22 لاعب على في مدى تاريخ البطوله قدروا يجيبوا اهداف في نسختين مختلفتين. تمام. لما تيجي تتكلم على الاهلي كله في تاريخه كان محمد ابو تريكه وفلافيو وعماد متعب. دول جابوا في نسختين بس مع الاهلي. ايوه. حسين الشحات وبيرسي تاو جابوا مع ناديين مختلفين. يعني حسين الشحات احرز مع العين الاماراتي واحرز مع الاهلي في 2021 و2023. اوكي. بيرسي تاو سجل مع صن داونز في 2016 وسجل مع الاهلي في البطوله دي. ايوه. حسين الشحات وبيرسي تاو ضمن 7 لعيبه بس في العالم كله اللي سجلوا لفريقين مختلفين. المفارقه دي ما حصلتش غير معاهم هم، مع الـ7 دول. منهم مين بقى كمان؟ كريستيانو رونالدو. دول الـ7 من الـ7 اللي سجلوا، لان كريستيانو كان سجل قبل كده لمانشستر يونايتد. كريستيانو. فده ارقام خاصه. في حاجه كمان خاصه حتى بماتش النهارده ريال مدريد، ان في 2 لعيبه في الاهلي سبق ليهم اللعب رسميا مش وديا امام ريال مدريد. برضه حسين الشحات في نهائي كاس العالم الانديه 2018 مع العين الاماراتي لعب قدام. اوكي. وبيرسي تاو كان محترف في كلوب بروج البلجيكي ولعب في دوري المجموعات قدام ريال مدريد ماتشين في دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا. بالتالي لو لعبوا النهارده هتبقى دي المشاركه الثانيه للاثنين. بيرسي تاو ماتشين بس هم كانوا في نفس البطوله. فده دي حاجه ثانيه خاصه بعيده شويه، ان في 2 لعيبه من الجيل الحالي لعبوا قدام فريق زي ريال مدريد. فدي بالنسبه دي حاجات صغيره خاصه الاهلي. كمان طبعا احنا عارفين الاهلي لعب كده مع ريال مدريد ودي في 2000 اعتقد في 2001 وكسب 1-0 بهدف كان ساندي تقريبا. ساندي. لكن طبعا انك تلعب مع ريال مدريد في مواجهه رسميه طبعا ده شيء مختلف. وعلى فكره دي المواجهه الثانيه في تاريخ الاهلي على مستوى الانديه الاوروبيه. الاهلي في تاريخه بايرن ميونخ كان بيلعب كان بايرن ميونخ وده ريال مدريد. الناديين تعتبر من اكبر يعني اذا صنفنا الانديه الاوروبيه هم يعتبروا الاكبر حاليا في وطبعا وبرشلونه اكيد. لكن ده الاهلي كان دايما بيلعب مع انديه امريكا الجنوبيه في القرعه، دايما كان بتجيبه مع انديه امريكا الجنوبيه في السيمي فاينل لما بيوصل. لا دي تاني مرة نلعب مع فريق من أوروبا اللي هو المرة اللي فاتت لم نوفق قدام بايرن ميونخ، المرة دي احنا بنلعب قدام ريال مدريد. طب أنا عندي سؤال أستاذ محمد، لو هنقارن بما إن احنا ذكرنا بايرن ميونخ وبنتكلم ريال مدريد والنسخة الماضية والنسخة الحالية، بتشوف إيه الأفضل؟ يعني قارن لي النسخة دي باللي فاتت من ناحية الاستعدادات والفنيات والدوافع والتشجيع. خلينا نفهم وبرضه نشير لده عشان الناس بتحب جدا برضه ان هي تركز في النقاط دي. والله هقول لك من الغريب ان النسخه اللي فاتت النسخه الماضيه كان فيها حاجات غريبه، ان الفريق راح منقوص من عدد كبير من اللعيبه الدوليين مع منتخب مصر. دي حقيقه. ورغم ذلك حقق المركز الثالث
صحيح الماتش الاخير بعض اللعيبه اللي جم المنتخب لعبوا زي السوليه ولا اخره، ولكن في الاخر احنا دخلنا البطوله ومع يعني الناس عندنا نوع من القلق على الفريق مش هنعمل حاجه. الروح المعنويه كانت اقل بكتير من النسخه دي. طبعا، وكان الاستعداد يعتبر اقل برضه. صحيح. لكن في الاخر كره القدم، انا دايما عندي اعتقاد ان كره القدم ملهاش دعوه بقوه الفريق بتاعك والاستعدادات فيها. كل حاجه حسابات خاصه فعلا، الثبات الانفعالي، الاصرار، عايزين بس دي برضه لما تخش ثمان لعيبه واللي سته لعيبه ناقصين ماتشات كتير الاهلي حصل الكلام ده كتير. ايوه احنا مره لعبنا الزمالك من سنتين كان ثمان لعيبه ناقصين، كان غلط كسبنا 2-1 محمد شريف جاب جونين يعني. ففكره ان الاستعدادات وكده الاهلي عنده القدره انه يعمل ده السنه دي. يعني انا بعتقد النسخه دي من اللعيبه اقوى واحده. يعني جاهزيه الاهلي في رايك اقوى من السنتين اللي فاتوا؟ جاهزيه ريال مدريد لا ولا انا مش بقارن ريال مدريد. لا هو بيقارن بين السنوات اللي فاتت. احنا على السنتين اللي فاتوا الاهلي السنه دي كفريق على بعضه النهارده يعني اقوى من النسختين اللي فاتوا. كويس، يبقى الظروف افضل بكتير. هو المفروض ده على الورق النسخه دي اقوى من الاثنين اللي فاتوا، واقوى حتى تكتيكيا كمان. والفريق يعتبر كامل حتى في غياب اكرم توفيق وكريم فؤاد، ولكن الجبهه اكتملت برجوع بيرسي تاو ورجوع شحات له فورميته، وكمان ضم خالد عبد الفتاح ومحمد هاني. فانت كانه ما عندكش غيابات يعني في ظل حتى الغيابين الاثنين دول. فالفريق اقوى. كمان مارسيل كولر بيعتمد على الفريق مش على اللعيب، بمعنى ان اي لعيب هينزل في المكان ده هيؤدي دور، انت هتؤدي دور وده هيؤدي الدور نفسه، الاسماء مش هي الموضوع. فعشان كده رغم اختلاف الاجيال الكتير قوي في احيانا بتكون الجيل داخل باستعداد اقل وبيكسب. صح، ونتمنى ده يحصل النهارده. انا بس عايز اقول شويه حاجات صغيره خاصه فرقات وارقام برضو. انت مش عاوز في حاجات خاصه بلعيبه الاهلي شويه يعني، ما اعرفش تهم الناس ولا لا، لكن اي حاجه عن يعني معلومه النهارده هتهم. النهارده احنا اللي شارك من لعيبه الاهلي لغايه النهارده حوالي 74 لاعب في تاريخ البطوله. يعتبر اكثرهم اللي شارك وائل جمعه وابو تريكه وحسام عاشور 11 مباراه، وبعدهم رامي ربيعه وحسين الشحات 4. أيوة. حسين الشحات لعب في العين مع واحدة. الامارات مع الامارات. ايوه برضه هتخش لما تيجي تشوف اكثر اللعيبه اللي لعبوا هتلاقي نفس الثلاثه، وائل جمعه ومحمد ابو تريكه وحسام عاشور، وراهم برضه حسين الشحات لانه لعب 4 ماتشات مع العين الاماراتي المره اللي فاتت. دي من النقط الصغيره الخاصه باللعيبه اللي حتى بالنسبه للاهلي جاب طبعا 21 هدف احرزهم 12 لاعب من الاهلي، وهدف عكسي جابه لاعب باتشوكا في مرمى فريقه في نسخه 2008. طبعا صدر قائمه ابو تريكه وراف لافيو وعماد متعب وياسر ابراهيم وحسين الشحات. لان حسين الشحات برضه جاب هدف. انا سعيد ان حسين الشحات اسمه بيتكرر. لا بيتكرر كتير. هو كونه لعب في ناديين دي او لعب في البطوله في ناديين وكمان جاب اجوان. طبعا خلاص دخل التاريخ. طبعا دخل التاريخ. في يعني زي ما قلنا قبل كده ان في عندي 5 لعيبه سجلوا في نسخ مختلفه، ابو تريكه وعماد متعب وفلافيو وطبعا بيرسيتا والشحات زي ما قلنا قبل كده. بالنسبه لحراسه المرمى طبعا محمد الشناوي هو اكثر حراس المرمى مشاركه، 5 مشاركات، بعديه شريف اكرامي وامير عبد الحميد كل واحد 4. اوكي. في خلال تاريخ البطوله برضو كان في حاجه تاريخيه شويه، نقطه انديه امريكا الجنوبيه رغم انها في 6 مرات وبما فيهم المره دي ما وصلش النهائي لكنه ما خرجش من منصات التتويج، كان ياخد برونز حتى لما كان بيطلع من السيمي فاينل الا مره واحده. يعني بيوصل للمربع الذهبي ما بينزلش منه. لا كمان بياخد ميداليه. اوكي. يعني بيجي في مباراه الثالث والرابع بيكسب. الا مره واحده لما الاهلي في 2021 لاعب بالميراس والاهلي كسب، يعني دي المره الوحيده اللي انديه امريكا الجنوبيه خرجت فيها من منصات التتويج في تاريخها كانت على ايد الاهلي. ونتمنى ان شاء الله في ماتش الثالث والرابع اللي جاي على ايد الاهلي او الهلال السعودي اللي منهم يعني اذا يعني سوري خلاص يعني الهلال الاهلي النهاية. اسف اذا حتى لقد يعني لو لينا نصيب في النهائي ملناش برضه يبقى تاني مره على ايد الاهلي. فهو ده حاجه من الحاجات المذكوره حتى في ارقام الاتحاد الدولي ان دي كانت المره الاولى والوحيده اللي انديه امريكا الجنوبيه ما تصعدش لمنصات التتويج اللي هي المراكز الاولى اول تاني تالت اللي تاخد ميداليه. المركز الرابع في الاخر
شهاده تقدير يعني مش محسوب قوي مش محسوب لكن دي كانت المره الوحيده تمثيل مشرف هو كل الفرق على فكره اللي بتاخد ترتيب بتاخد شهادات ايوه بس يعني قعدنا سنين في 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 اجواء الجمله الشهيره دي. الاهلي برضو في اثنين هدافين من اثنين من العيال من الاهلي خدوا هداف البطوله محمد ابو تريكه في 2006 وياسر ابراهيم في البطوله اللي فاتت كانوا اربع لعيبه جابوا كل واحد فيهم جاب هدفين منهم ياسر ابراهيم ويعد من هداف من هدافي ياسر ابراهيم المدافع ده طبعا يعني نقطه بتحسب للاعب مدافع برضو ان المدافع يبقى مدافع. من اكثر بالظبط 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 وهو طبعا يعتبر الاثنين المدافعين الوحيدين اللي جابوا هدف من الاهلي محمد هاني في مرمى مونتيري الفتره اللي فاتت وياسر ابراهيم الباقي كلهم لاعبي وسط وخط هجوم. في نقطة تانية النادي الأهلي هو يعني يعتبر النادي الوحيد من خارج أمريكا الجنوبية من خارج أوروبا اللي وصل لمنصة التتويج ثلاث مرات بمعنى اللي خد ميدالية ثلاث مرات ما خدش ميداليات في يعني أكتر من النادي الأهلي غير ناديين اثنين بس ريال مدريد أربع ميداليات وبرشلونه اربعه بس الفرق ان برشلونه اعتقد فيهم واحده فضه انما الاهلي واخد ثلاث ميداليات برونز بعد كده كله واخد ميداليتين الاثنين ذهب الاثنين واحده برونز ده بتكلم كعدد ايوه طبعا لا لكن ده ما يقللش من النوع النوع مختلف طبعا اكيد اكيد الذهب بيكسب لو ذهب قدام اربعه برونز ده موضوع ثاني طبعا يعني الحاجه الثانيه المهمه جدا في ارقام طبعا احنا في كتير ارقام كتير بنتكلم فيها نقول فوزنا ثاني اكتر فوز في المونديال بعد ريال مدريد 10 واحنا 8 بس لازم نراعي حاجه في الارقام ديت لما تتذكر ان انا لعبت كام ماتش وريال مدريد لعب كام ماتش يعني معنى انا لاعب ماتشات اقل اكتر من ريال مدريد هو ريال مدريد اخذ 10 من كام من كام ماتش لا واحنا احنا عموما تاني فريق بعد ريال مدريد كأكثر ريال فرق يعني فوزا مشاركه في لا بتكلم على مجرد المشاركه اوكلاند سيتي 10 واحنا 8 اوكي كلاعب مباريات احنا لغايه النهارده 20 واوكلاند 17 لكن هي فكره انا دايما انا في ارقام ما بتكتب ارقام ان اكتر نادي فاز في كاس العالم هو ريال مدريد فاز في مباريات طبعا بعديه الاهلي بثمان ماتشات بعدي برشلونه بسبع ماتشات بس تظهر الارقام دي مش صحيحه ليه ريال مدريد لعب مباراه اقل لانه بيلعب من السيمي فاينل برشلونه بيلعب ماتش مش من الادوار بيلعب من دور قبل كده وبالتالي ان انا هو يظل رقم انك فزت ثمان مرات ورا ريال مدريد لكن لازم الرقم ينسب لاصل ده نسبه الفوز كام بقى هنا بتختلف الارقام بقى كتير انت ممكن نادي يشارك مره واحده يفوز في السيمي فاينل ويفوز في النهائي وخد البطوله اصبح نسبه الفوز 100% عاده بتبقى العبره بالخواتيم الناس ما بتوقفش قوي عند الملابسات هو بيعدوا بالارقام مين فاز كم مره بس هي اصلها برضو دي حتى في الاحصاء الرقمي دي بتبقى وجهه نظر زي ما قلت لحضرتك لو فريق فاز مرتين لعب بطوله واحده فاز لعب ماتشين فاز الماتشين خد البطوله دي نسبه فوزه كام في الميه 100% ايوه طبعا هي دي الفكره طبعا واخد بالك لكن الحاجه بقى اللي احب اتكلم عنها في اخر حاجه خالص بالنسبه لبعض الارقام ان الاهلي مثلا زي نفس فكره عدد الماتشات الاهلي اكتر فريق عمل كلين شيت يعني بمعنى لعب ماتشات لم يستقبل اهداف كمان هو النادي الاهلي رابع اكثر الانديه احرازا للاهداف ريال مدريد 31 مونتيري 24 برشلونه 23 الاهلي 21 دي حاجه عظيمه جدا على فكره الحاجه الثانيه بقى وده رقم برده تاريخي الاهلي هو النادي الوحيد اللي دخل تصفيات كاس العالم الانديه وصل للسيمي فاينل ثلاث مرات ما حصلتش مع اي نادي ثاني كلنا عارفين ان انديه امريكا اللاتينيه او الجنوبيه واوروبا بتلعب على السيمي فاينل على طول وبالتالي باقي انديه القارات اللي بتصفي النادي الوحيد اللي وصل للنهائي اللي قبل النهائي ثلاث مرات وموت متتالية هو النادي الأهلي وده رقم كبير يعني كل دي إشارات ودلالات على كينونة النادي الأهلي ما هو أنت لما تلاقي اسم الأهلي في حاجات كتير أنا على فكرة في أرقام كتيرة جدا 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 موجودة معانا للأهلي لو قعدنا نسرد أنت الأرقام دي كلها موجودة على مواقع الاتحاد الدولي ومواقع الإحصاءات أما تلاقي اسم الأهلي في كثير من الأرقام
مذكور علنيا. تخيل حضرتك اي متابع مهتم بالاحصاءات او اي مشجع مهتم بالاحصاءات والارقام ويخش يشوف الارقام يلاقي دايما اسم الاهلي متكرر بشكل كبير مع انديه كبيره زي ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونه. هنا ده ترند باسم بينتشر، حتى هو مش هينتشر يعني هيشجعه، ولكنه هيبقى اسم متردد، اسم لما تيجي في مشجع في اخر الدنيا في البرازيل في في, في الارجنتين في ريال مدريد في اسبانيا دلوقتي في بايرن في المانيا، لا الاسم بيفضل يتردد بيفضل يتردد. اه صحيح الاهلي لعب قبل كده مع مونشن جلادباخ وريال مدريد وبايرن ميونخ ولعب مع سانتوس البرازيلي، اه والانديه دي والناس وقتها عرفت، بس تكرار الموضوع واستمراره واستمرار اسم الاهلي على طول موجود، ده امر مختلف خالص. اصلك ما لعبتش ريال مدريد وغلبته خلاص على كده وما شفتوش تاني. صحيح. نادي النصر السعودي نادي كبير طبعا، اللي هو في رونالدو دلوقتي طبعا. لعب مره واحده في كاس العالم للانديه قالوا علينا النصر العالمي في 2000، وده وبقى يطلق عليه في السعوديه النصر العالمي. وحقيقه شوف انت بقى شاركته حققت قد ايه. اه وهو كان على فكره هو فعلا دايما نادي من انديه المربع الذهبي في السعوديه ونادي بطولات. لكن تقدر تقول لي هل هيقارن باسم زي الاهلي والهلال دلوقتي في تكرار الاسم على طول على اسماع المشجعين واسم تسويقي كمان براند كبير طبعا. اللوجو اللي على طول بينتشر ده وتشوفه لما ممكن مشجع في اخر الدنيا يشوفه يعرف ان ده الاهلي لانه قرا وشاف رقم. بص يا استاذ محمد كمان يعرف ان ده الاهلي المصري، هي دي النقطه بجد. انت عندك لازم يكون في وعي وفخر ان انت النادي الاهلي. طبعا احنا فخورين الكيان اللي احنا بننتمي ليه بيمثلنا في محافل دوليه مختلفه، بس هو برده في الاول في الاخر بيمثل مصر. فزي ما احنا بنقول مثلا سياتل الامريكي، الهلال السعودي، الاهلي المصري. طبعا يعني دي حاجه كبيره اكيد. ما هو اصل فكره ان بعض الناس في بعض الاوقات قال لك النادي بيمثل نفسه، مفيش كده في الكوره، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده في العالم، في العالم كله عشان يحصل في مصر محدش يعني بيقول الكلام ده. فعلا حتى في اي تقرير عالمي بيتذكر اسم مصر جنبيه، دي قوه ناعمه للرياضه. الرياضه نفسها قوه ناعمه، والرياضه نفسها بتعمل اسم وسمعه اكيد. ودايما انت لما مهما يعني الحاجه الحلوه دايما هي اللي الناس بتتوق تبص عليها بعيدا عن اي شيء تاني. يا رب الحاجه الحلوه دي تتقال في وصف الحاله اللي احنا بصددها بعد ساعات قليله جدا. بنتمنى التوفيق للاعيبه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله، وسعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا وبنشكرك على وجودك. شكرا كريم. هو ده بيتك ومكانك. الله يكرمك. والله بص هي قصه الارقام انا بحبها، بس يعني الكلام فيها بيبقى عايز تجهيزات وجداول وبتاع وحاجات على شكل. لا بس الكلام كان وافي جدا ويوضح فعلا، نرجع ونقول ماهيه النادي الاهلي من خلال كل الاشارات. وكينونتو زي ما قال طبعا وكينونتو. ايوه نورت الدنيا يا فندم. بنشكرك يا محمد. وزي ما ابتدينا كلامنا هننهي كلامنا، كل التوفيق يا رب ان شاء الله النهارده. ساعات قليله جدا بتفصلنا، عندنا كل مش هقول الثقه اللي كان عندنا، الروح المعنويه المرتفعه، وعندنا الامل الموجود، وعندنا اللعيبه اللي مطمنانا، وعندنا المدير الفني اللي مطمنا، وعندنا الدعم الكبير جدا من كابتن محمود الخطيب والجهاز الاداري والفني ومجلس الاداره، وعندنا اكبر من كل ده دعم اكتر من 100 مليون ان شاء الله يكون يعني في ظهر النادي الاهلي النهارده. زي ما بنقول النادي الاهلي بيمثل مصر، يعني ما فيهاش اكيد دي جدال. كل حال الفقره دي انتهت، هنروح لفقره اخرى بس هي مسجله زي ما حضراتكم عارفين، فقره طبيه هتكون مع كريم وضيفه العزيز دكتور باهر السعيد. نشوفكم يوم الاحد وباذن الله نيجي بقى ونتكلم في يعني اللي حصل. لو دخلتي علينا بصباح النصر يوم الاحد هتبقى احلى دخله على الاطلاق. يا رب خير ان شاء الله. بنشكركم على المتابعه ونشوفكم على خير ان شاء الله. اتفضل.